بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم بإذن الله. النهاردة في تشابتر 3 في الكالكلس. إحنا الكالكلس كله عبارة عن 4 تشابترز. النهاردة إن شاء الله ناخد تشابتر 3، هنبتديه على حسب بقى، لو خلصنا يبقى كويس، ما خلصناش يبقى الحلقة الجاية اللي نكمل، وبعدها تشابتر 4. ودي من التشابترز المهمة جداً، يعني دايما بنقول امتحان اخر السنة تلاقي معظم الاسئلة بتاعته على تشابتر 3 وتشابتر 4، فدي من الحاجات المهمة اللي لازم تاخد بالك كويس قوي منها. تشابتر 3 بيتكلم على ايه؟ اولا، اي فانكشن في الدنيا عندنا، الفانكشن دي عايزين نشوف هي ماشية ازاي، هي انكريز ولا ديكريز، هل الكيرف بتاعها، لو جينا نعمل نشوف الكيرف بتاعها، الكيرف بتاعها عامل انحناء او كونفكستي، شكل كونفكستي ايه. طيب، كل دي معلومات عن الفانكشن. فاحنا موضوعنا في البداية في تشابتر 3 زي ما انتوا هتشوف كده على الكمبيوتر مكتوب behavior of functions، احنا هنتكلم على الفانكشن زي ما انا كاتب كده معايا. الفانكشن behavior of functions عبارة عن ايه؟ هنتكلم على increase decrease، convex up convex down، local maximum local minimum، هنتكلم على حاجات كتير قوي. تعالوا مع بعض كده واحدة واحدة كده نشوف. قبل ما ادخل في الموضوع، انتوا شايفين الجراف اللي موجود قدامكم ده، ده لاين لاين لاين، كيرف كيرف كيرف. اللاين ده هو لو جيت عند اي بوينت هنا هتلاقي انت عندك ده اكس اكسس، ده الواي اكسس، او نقدر نقول ده اكس وده اف اوف اكس. اي بوينت على اللاين هنا هتلاقي الاف اوف اكس بتاعتها بوزيتيف، خد بوينت تانية هنا الاف اوف اكس بوزيتيف، لو خدت بوينت هنا اف اوف اكس نيجاتيف. فانا عايز اعرف اللاين ده هو الفانكشن قيمتها بوزيتيف ونيجاتيف امتى. يبقى انا من المنظر ده اللي فوق الاكس اكسس، اي بوينت فوق الاكس اكسس اكيد الواي بتاعتها بوزيتيف، اي بوينت تحت الاكس اكسس اكيد الواي بتاعتها نيجاتيف. يبقى احنا هنقول فوق بوزيتيف تحت نيجاتيف. اذا جميع البوينتس اللي بعد الفايف اللي هم البوينتس اللي هنا، البوزيتيف دي مش بترمز للاكس، ده بترمز للواي او للاف اوف اكس الفانكشن، هنا نيجاتيف. يبقى انا لما اقول الجمله دي اوعى حد فيكم يزعل يقول ازاي قبل الفايف نيجاتيف، ما قبل الفايف فيه فور وفيه ثري وفيه تو، كل دول بوزيتيف. اقول له يا ابني انت ما فهمتنيش، انا بقول البوزيتيف والنيجاتيف اللي انا كاتبهم دول للفانكشن. اي رقم من هنا 4، بص هنا الايمج بتاعته فين، هتلاقيها نيجاتيف. خد رقم تاني 3، انزل لغايه ما تقابل اللاين، الايمج بتاعتها نيجاتيف. اذا النيجاتيف دي بترمز للفانكشن. طيب هنا اللاين جزء ده فوق يبقى ده بوزيتيف، الجزء ده تحت يبقى ده نيجاتيف، يبقى انا هقول هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف. طب لو بصيت على اللاين ده يا ابني هتلاقي اللاين ده جميع البوينتس بتاعته فوق الاكس اكسس، يبقى ده بوزيتيف فور اول ريل نمبرز. يلا نقول نفس الكلام على الكيرف ده، فين الجزء اللي فيه الفانكشن بوزيتيف، الجزء اللي فيه الفانكشن نيجاتيف؟ هتقول لي الجزء ده فوق الاكس اكسس يبقى ده بوزيتيف، اما الجزء ده نيجاتيف وده نيجاتيف والحته دي بوزيتيف. طب يلا مره تانية، الكيرف اللي مرسوم قدامك اهو، عايز اعرف الفانكشن بوزيتيف امتى ونيجاتيف امتى، هتقول لي هنا بوزيتيف هنا بوزيتيف وفي النص نيجاتيف، ده كلها بوزيتيف طبعا. جميل، تعالوا بقى بسرعه ذكريات كده مهمه لازم تبقى عارفها كويس. لما اقول لك اف اوف اكس ايكوال 10 ماينس 2 اكس، ايه الارقام اللي تحطها مكان الاكس هنا تبقى النتيجه بوزيتيف؟ طب لو فانكشن تانية زي ده، ايه الحاجات اللي حطها هنا بحيث تبقى الفانكشن نيجاتيف؟ لو انت بصيت كده هتقول بقى بهدوء انا عايز اشوف هل لو حطيت الاكس بوان الناتج يطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف. اقول لك جرب، حط اكس مكانها وان يبقى الاجابة بوزيتيف، طب حط اكس مكانها تو بوزيتيف، لغاية فين؟ يقول لك طيب انت عايز تعرف امتى الفانكشن دي بوزيتيف ونيجاتيف، خدها ايكوال زيرو.
زيرو ده الفاصل بين البوزيتيف والنيجاتيف. خد التن الناحية التانية او تو اكس الناحية التانية تطلع الاكس بفايف. اهو عند الفايف لو حطيت اكس بفايف الفانكشن بزيرو. جرب رقم بعد الفايف رقم قبل الفايف. لو خدت رقم بعد الفايف زي سيكس لو حطيت هنا 6 هتطلع النتيجة نيجاتيف. لو خدت رقم قبل الفور هيبقى 2 تايم 4 ب8 يبقى الإجابة بوزيتيف. فأنت تقدر تجرب نمبر تجرب نمبر هنا. أو في قاعدة كنت خدتها زمان يقول لك هنا سيم وهنا أوبوزيت. سيم سيم يعني زي مين؟ زي الإكس. هنا نيجاتيف يبقى دي كلها نيجاتيف، أوبوزيت يبقى هنا بوزيتيف. طب يلا حد يقول لي متى تبقى بوزيتيف وامتى نيجاتيف؟ هنا نقول بهدوء برضو زي ما قلت اعمل فاكتورايز خليها ايكوال زيرو. لما دي تبقى ايكوال زيرو يطلع الاكس اما بتو او فايف. ارسم نمبر لاين قول عند التو والفايف الفانكشن بزيرو. هنا لو جربت رقم قبل التو زي الزيرو روح حط هنا زيرو حط هنا زيرو الاجابه بوزيتيف. لو خدت رقم في النص between 2 and 5 زي ال 1 زي 3 حط هنا 3 حط هنا 3 هتلاقي الإجابة نيجاتيف. ففي قاعدة حافظينها كان يقول لك SOS same opposite same 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 as إيه يا أولاد إيه؟ same as x square. x square positive يبقى هنا positive وهنا positive. هنا opposite يبقى negative. طب لو انا نسيت الرول ده اس او اس يقول لك خلاص بهدوء بعد ما تعمل فاكتورايز جرب نمبر بتوين 2 اند 5 في الفانكشن اختار اي نمبر قبل ال 2 اي نمبر قبل ال 5 هتطلع الساينز زي ما انا قايلها. احنا كل ده انا بعمل لكم ذكريات حاجات مهمه خدتها في اولى ثانوي وهتنفعك السنه دي. طب لو لقيت ابسليوت يا ابني لقيت ابسليوت اكس ماينس 5 يبقى الابسليوت ده هو بيتكتب حاجتين اكس ماينس 5 او نيجاتيف اكس بلس 5. ده ناخد اللي جوه الابسليوت نكتبه بمره ايكوال 0 يبقى تطلع اكس ايكوال 5 يبقى نعمل بيجر ذان اور ايكوال 5 سمولر ذان 5. ده الابسليوت. طيب نقول تاني ممكن تبصوا لي كده لحظه انا دلوقتي عندي ابسليوت عايز اعرف الابسليوت ده بوزيتيف ولا نيجاتيف. اعرف ازاي؟ ببساطه عشان عايزك تبقى وانت عارف وانت بتشتغل تبقى فاهم المعنى عشان ما تتلخبطش لان هجيبها لك صغيره وبعدين ارجع اكبرها لك. فلازم مخك يبقى مستوعب ده وفاهم المعنى الماثيماتيكال مينينج للحاجه اللي انت بتعملها مش بتكتبها كده وما انتش فاهم ليه. انا هقول مثلا لو انا عندي ابسليوت 5 هتقول لي ايكوال 5 يبقى كأن اللي جوه المدرس سبته زي ما هو. طب absolute 7 هتقول لي equal 7 جميل. طب لو قلت absolute negative 5 هتقول لي 5 صح. طب جات ازاي؟ كأن النيجاتيف 5 زودت لها نيجاتيف فبقت بوزيتيف. يبقى نقول مرة تانية لو الرقم اللي جوه الابسليوت بوزيتيف يترك كما هو. طب لو اللي جوه الابسليوت نيجاتيف يبقى احنا نحط له نيجاتيف. يبقى اقدر اقولها رول عشان تبقى انت فاهم المعنى عشان حتى لو جيت تشرحها لحد صغير تقدر تشرح له بالشكل ده. بص يا جميل لو انا جيت قلت كده ابسليوت اف اوف اكس هتقول ابسليوت اف اوف اكس دي عباره عن حاجتين اما حاسبها اف اوف اكس كما هي او نحط نيجاتيف اف اوف اكس. ده امتى تفضل زي ما هي اف اوف اكس؟ هتقول اه ده لو كانت الفانكشن ده هي بوزيتيف. كلمه بوزيتيف يعني بيجر ذان زيرو. بدل بوزيتيف دي يعني حطها بيجر ذان زيرو او ايكوال زيرو تفضل كما هي. اما امتى بنحط لها نيجاتيف؟ لو كانت هذه الفانكشن سمولر ذان زيرو يعني نيجاتيف يعني دي معناها نيجاتيف ودي بوزيتيف. لو زي بالظبط لما اقول لك ابسليوت 7 بتقول تفضل 7 ابسليوت نيجاتيف 7 هتقول لي نحط نيجاتيف للنيجاتيف 7 عشان تبقى 7. دي كقاعده لازم تبقى سيادتك عارفها كويس. طيب جميل يبقى دي يبقى انا لما اجي اقول لك ابسليوت مثلا 2x ماينص 10 هتقول حاجه من اتنين يا اما حاسبها 2x ماينس 10 يحط لها نيجاتيف يبقى نيجاتيف
2x بلس 10. طب الكونديشنز اللي هكتبها هنا هقول لك x bigger than or equal x smaller than، هنجيبها ازاي؟ بهدوء، خد ال 2x minus 10 or bigger than 0 or equal 0، يبقى 2x bigger than or equal 10 يبقى x bigger than or equal 5. طبعا الكم خطوة دول انا سني يسمح ان انا اقولها على طول، مش محتاج اعمل كل الخطوات ده. x smaller than 5، يبقى اول ما تلاقي ابسليوت حاجة من اتنين، خليك فاكر هذه القاعدة، دي الطريقة او دي الطريقة العلمية لما حد يقول لك ابسليوت اكس ابسليوت فانكشن، يبقى على طول بقى عشان نتفق، عشان تبقى انت فاهم، لان ممكن اجيب لك سؤال يقول لك ابسليوت اكس سكوير ماينس 9، خلينا في حاجة صغيرة زي كده، او اكس سكوير ماينس 2 اكس ماينس 3، عايز اجيب النتيجة ده، تعال نقولها كده مع بعض عشان تبقى فاهم برضو المعنى بتاعها. بص يا جميل، اهو ابسليوت اكس سكوير ماينس 5 اكس بلس 4، عايز اعمل ده. طيب الفانكشن اللي انا كاتبها دي، الفانكشن دي انا لسه قايل حالا، يا ترى دي بوزيتيف ولا نيجاتيف عشان احط جنب، عشان اشيل ابسليوت. يقول لك طيب ما تعال نعمل فاكتورايز، لما اعمل فاكتورايز يبقى انا هقول كده اكس سكوير ماينس 5x بلس 4، ناخدها كده ايكوال 0، نعمل لها ايكوال 0 الاول. اعمل فاكتورايز يا باشا، لما اعمل فاكتورايز هتطلع الاجابه اكس اكس، بعد كده هنيجي هنا ال 4 هنقول 4 اند 1، هنعمل هنا ماينس وهنا ماينس ايكوال 0، يبقى اكس ايكوال 4 اكس ايكوالز 1. يبقى انا لما اجي ارسم نمبر لاين هقول هنا 1 هنا 4، جميل. لما اجي بقى في الجزء ده اهو، هنقول هنا تبع الرول اللي انا قلته اللي هو اس او اس، يبقى هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. دي معناها ايه يا حبايبي؟ معناها يلا ان الفانكشن تفضل كما هي، اكس سكوير ماينس 5 اكس بلس 4، هنا اكس سكوير ماينس 5 اكس بلس 4. طب في الجزء ده نحط لها نيجاتيف، تبقى نيجاتيف اكس سكوير بعد كده بلس 5 اكس ماينس 4. يبقى انا هقول ده اهي لها ثلاث اجزاء، جزء هتفضل زي ما هي، جزء هنا bigger than or equal 4، جزء تاني هقول كده اكس between 1 and 4، جزء تالت اكس smaller than 1. في الثلاث أجزاء دول يا ولاد، الجزء الأولاني والأخراني الفانكشن كما هي، x سكوير ماينس 5x بلس 4 وهنا x سكوير ماينس 5x بلس 4. أما في الجزء اللي في النص علشان الفانكشن نيجاتيف نحط لها نيجاتيف، تبقى نيجاتيف x سكوير بلس 5x ماينس 4. وهنقف كده يا حبايبي، بعد كده ناخد فاصل صغير وبعد كده نرجع نكمل الجزء ده ان شاء الله. اتفضلوا. يلا يا اولاد كده تمام. احنا قلنا بقى الابسليوت بقى على طول، اول عينك ما تشوف حاجة زي كده ابسليوت. ايه اللي هنعمله؟ الخطوات امشي معايا بقى واحدة واحدة. يلا يا جميل بص بقى معايا، اولا هنيجي هنا طالما في ابسليوت، ابسليوت ده هنكتبها مرتين، مره كما هي اكس ماينس 5 ومره تانيه نيجاتيف اكس بلس 5. الكونديشنز اللي هكتبها اكس بيجر ذان اور ايكوال 5 اكس سمولر ذان 5. لما حد يسالك جت منين ده قول له احنا خدنا اكس ماينس 5 عملناها بيجر ذان اور ايكوال 0 يعني بوزيتيف، فودينا ال 5 الناحيه التانيه. جميل. طيب بعد ما عملت كده، طب الاكس دي والسيكس اللي موجودة ده خلاص ينزلوا زي ما هم، يبقى هنا اكس وهنا بلس سيكس، هنا برضو هنعمل ملتبلاي اكس بلس سيكس، يبقى على طول هيطلع الاجابة النهائية اكس سكوير ماينس 5 اكس بلس سيكس. ده الكونديشنز اكس بيجر ذان اور ايكوال 5 او نيجاتيف اكس سكوير بلس 5 اكس بلس 6 و x smaller than 5. دي ادي القاعدة اللي احنا بنمشي عليها.
طيب يلا يا جميل كده نكمل بقى الموضوع بتاعنا. شوفوا يا حبايبي، انا لما اجي اقول لك بص للكيرف اللي موجود ده، اولا الكيرف ده اهو يا اولاد، لو انا طلبت عايز اف داش ات 3، عايز من الكيرف ده نطلع اف داش ات 3، تقوم تقول لي تعال عند 3 واطلع لاين، اللاين ده هيقابل الكيرف، هنيجي عند اللاين ده نرسم تنجنت، التنجنت عمل انجل، يبقى لما حد يقول لك هات لي اف داش 3، كلمة اف داش معناها سلوب اوف تنجنت، يبقى انا هجيب تان سيتا. جميل. طب نفس الحكاية يا باشا، هات لي اف داش ات 3، هتطلع عند 3 بلاين، ارسم تنجنت، التنجنت عمل انجل، يبقى اف داش ات 3 بتان 90، تان 90 انديفايند. جميل. طب نيجي للتالتة، عايز اجيب اف داش ات 3، برضه روح عند 3 هتلاقي فيه كيرف يمين، في تنجنت يمين تنجنت شمال، يبقى اف داش 3 بلس لها قيمة، اف داش 3 ماينس لها قيمة، ودول نوت ايكوال، يبقى اذا اف داش 3 انديفايند. دي كمعلومات عشان لما اطلب منك اف داش ات نمبر معناها سلوب اوف تنجنت ات ذيس نمبر. جميل. طيب بص يا حبايبي، لو بصيت للكيرف ده، الكيرف ده الجزء ده لغايه هنا انكريز، الجزء ده هو الديكريز، البوينت دي لوكال ماكسيمم، في اللوكيشن ده ماكسيمم. طيب سؤال، عايز اجيب اف داش ات ذيس بوينت، يعني ارسم تنجنت عند هذه البوينت، فالتنجنت هيطلع بارالل تو اكس اكسس، يبقى الاف داش ايكوال زيرو. طب يلا للحته الجزء الثاني، هنا الجزء ده ديكريز، الجزء ده انكريز، النقطه ده هي في اللوكيشن ده هلاقي مينيمم، طب يلا نجيب اف داش ات البوينت ده، اف داش هترسم تنجنت، هتلاقي التنجنت بارالل تو اكس اكسس، يبقى اف داش ايكوال زيرو. طب يلا يا باشا، هنا انكريز هنا ديكريز، هات لي اف داش ات ذيس بوينت، هتقول لي في هنا تو تنجنتس، يبقى الاف داش انديفايند. يبقى انا هقدر اقول ان عند اللوكال ماكسيمم او اللوكال مينيمم دائما اف داش ايكوال زيرو اور اف داش انديفايند. حطها كده قاعده في دماغك، عند اللوكال ماكسيمم، عند اللوكال مينيمم اف داش زيرو او اف داش انديفايند. الكيرف ده اهو له وان لوكال ماكسيمم واحده، ده له لوكال مينيمم بس، ده لوكال ماكسيمم. طب الكيرف ده هتلاقي فيه جزء هنا دي ماكسيمم دي مينيمم، وطبعا دي انكريز دي كلها ديكريز انكريز، يبقى فيه نقطتين لوكال ماكسيمم لوكال مينيمم. طب الكيرف ده انكريز انكريز، طالما انكريز انكريز يبقى نو ماكسيمم نو مينيمم. جميل قوي. طيب يلا يا حبايبي كده، علشان احنا خطوة خطوة كده بنمشي بندخل للموضوع بتاعنا، احنا موضوعنا عايز اقول بقى انكريز او ديكريز، لو كيرف موجود قدامي جاهز عادي، مجرد اعرف الكيرف انكريز ديكريز من الرسمة، بمشي من الشمال اليمين الاقي الكيرف طالع يبقى انكريز، ماشي من الشمال اليمين الكيرف نازل يبقى ديكريز. طيب لو ما كانش فيه رسمة موجودة هل هيجيلي سؤال مرسوم كده اقول له انكريز ديكريز؟ ممكن، وهجيبها لك لسه في الاخر عشان هدخلك مع حاجات تانية، لكن انا عايز اقول لو عندي فانكشن مكتوبه، هل لو الفانكشن اللي مكتوبه عندي هل ارسمها وبعد الرسم احدد انكريز ديكريز؟ يبقى عمليه صعبه، فانا هقول لك طريقه تعالى عشان تبقى فاهمها، ومنها على طول مجرد ما الاقي حاجه مكتوبه اقدر احدد انها انكريز او احدد انها ديكريز. يلا كده يا جميل عشان تبقى فاهم المعنى، اهو بص معايا، ده انكريز، تعالى عند اي بوينت تعجبك وارسم تنجنت، هتلاقي التنجنت السيتا اللي بتطلع اكيوت انجل. طب تان سيتا، هتقول لي تان سيتا اكيد بوزيتيف لانها اكيوت انجل في الفيرست كواد، يبقى اف داش في الحاله دي هتطلع بوزيتيف. طب هنا عند الكيرف ده ديكريز، عند اي بوينت تعجبك ارسم تنجنت، هتلاقي السيتا اوبتيوس انجل،
يبقى اوبتيوس يعني في السكند كواد، السكند كواد يبقى التان نيجاتيف. يعني اقدر اقول لنفسي ان اف داش بوزيتيف يبقى الكيرف انكريز، اف داش نيجاتيف يبقى الكيرف ديكريز. هي دي الرول اللي هنمشي عليها. لو كان اف داش بوزيتيف يبقى وانا مغمض اقول له اف اوف اكس از انكريزنج من غير رسمه، اف داش نيجاتيف يبقى اف اوف اكس از ديكريزنج. هي دي الرول يا جميل اللي هنمشي عليها. تعالوا ناخد اسئله بافكار مختلفه. اول سؤال اهو، اف اوف اكس ايكوال 3 اكس ماينس اكس سكوير. انا عايز في الكام سؤال اللي جايين نحدد الانترفالز اوف انكريزنج اند ديكريزنج ولوكال ماكسيمم ولوكال مينيمم اف اكزيست. هنيجي للكيرف ده، هل نرسمه؟ لا، من غير رسمه. على طول هتقول انا عايز اعرف ده انكريز ولا ديكريز، يقول لك هات اف داش على طول. يبقى من دلوقتي يا اولاد اول ما اقول الكيرف انكريز الكيرف ديكريز نجيب اف داش. جبت اف داش، عملت دريفاتيف. بص على النتيجه دي، هذه النتيجه بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا على حسب الاكس؟ حسب الاكس، لان الاكس حسب الفاليو بتاعها. يبقى انا خليها ايكوال 0، تطلع الاكس 1.5. يبقى انا هرسم نمبر لاين للاف داش، اقول ده ال 1.5. جرب اي رقم يمين واي رقم شمال. لو خدت رقم قبل ال 1.5 زي الزيرو حط هنا الزيرو تبقى الاجابه بوزيتيف. اختار رقم بعد ال 1.5 زي ال 2 يبقى 2 تايم 2 ب 4، يبقى 3 ماينس 4 نيجاتيف. او نقول الرول اللي احنا حافظينها اوبوزيت سيم سيم، يبقى زي الاكس نيجاتيف وهنا بوزيتيف. يبقى في المنطقه ده الكيرف انكريز، يبقى نعمل سهم طالع ديكريز، عامله زي المراجيح كده، سهم طالع سهم نازل. يبقى ده بنقول الفانكشن في هذه المنطقه انكريز، في المنطقه دي ديكريز. دول منطقتين، يبقى انا هكتب سطرين، اقول له اول سطر اف اوف اكس از انكريزنج، واقول فور اول. العلامه دي اللي عامله زي الفي اللي مشطوبه دي بنقراها فور اول، يعني لجميع الارقام اللي من نيجاتيف انفينيتي لغايه 1.5 الفانكشن لازم الكيرف انكريز. طيب اف اوف اكس طالما الاف داش نيجاتيف يبقى الاف اوف اكس از ديكريز فور اول اكس من 1.5 لانفينيتي. وخلي بالكو ال 1.5 عملتها اوبند، عملتها اوبند لان عندها ولا اف داش بوزيتيف ولا اف داش نيجاتيف، يبقى خلاها اوبند افضل. طب عند ال 1.5 البوينت ده اهي ماكسيمم ولا مينيمم؟ هتقول لي بالنظر، مش محتاجه ذكاء، انت طالع طالع لغايه عندها وبعد كده نزلت، يبقى دي ماكسيمم. يبقى انا هقول ات اكس ايكوال 1.5 لوكال ماكسيمم. طب دي الاكس، انا عايز اجيب البوينت، يبقى نروح على الاصل عشان نجيب الواي. على الاصل نعوض، شيل الاكس هنا حط 1.5 حط 1.5 احسبها، طلعت الواي 2.25. يبقى انا هقول له لوكال ماكسيمم بوينت 1.5 and 2.25. طيب او لو حد قال لي لوكال ماكسيمم فاليو، الفاليو اللي هي قيمه الواي. يبقى لما اقول بوينت لازم اعمل اوردر دي بير، لما اقول فاليو يبقى الواي. دي اول اكزامبل، اللي زيه هنكمل مع الامتداد. يلا كده يا جميل، اهو المطلوب عايز اجيب الانكريز ديكريز لوكال ماكسيمم لوكال مينيمم. يبقى عشان اجيب انكريز او ديكريز هات اف داش، جبنا اف داش، نزلت الباور نقصت 1 ديريفاتيف ده. بعد ما عملت ديريفاتيف هذه الاجابه بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا على حسب الاكس؟ حسب الاكس. يبقى انا هقول له نخليها ايكوال 0، طلعت الاجابه 3 اكس سكويرد ايكوال 12. اقول حاجه يا اولاد، لو كانت ده بلس مش ماينس كانت هتطلع الاجابه 3 اكس سكوير بلس 12، يبقى النتيجه دي بوزيتيف على طول فور اول ريل نمبرز. يبقى كنت هقول الكيرف ده انكريز فور اول ريل نمبرز، لان لو دي بوزيتيف يبقى استحاله دي تطلع نيجاتيف، لان هتبقى رقم بوزيتيف، ما هو اكس سكوير يعني بوزيتيف، وزود عليه 12 يبقى الاجابه بوزيتيف. اما دي عشان نيجاتيف فدي هنساويها بزيرو، هتطلع الاكس بوزيتيف اور نيجاتيف 2.
ارسم نمبر لاين ونحط هنا نيجاتيف 2 وبوزيتيف 2، يا اما تكتب القاعده اس او اس سيم اوبوزيت سيم سيم از اكس سكوير، يبقى بوزيتيف بوزيتيف، اوبوزيت يبقى نيجاتيف، او تختار رقم بالنيجاتيف 2 و2 زي الزيرو وروح في الاف داش عوض زيرو تلاقي الاجابه نيجاتيف، خد رقم يمين رقم شمال تطلع الاجابه بوزيتيف. يبقى عندي ثلاث مناطق في المنطقه دي انكريز، يبقى السهم طالع نازل طالع، عامله زي المراجيح كده طالع نازل طالع. يبقى انت هتقول بقى عندي ثلاث مناطق، نكتب ثلاث سطور، سطر انكريز فور اول فروم اكس من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 2، الجزء الثاني ديكريز فور اول اكس من نيجاتيف 2 ل 2 اوبن، احنا قلنا كلهم اوبن، الثانيه انكريز من 2 اوبن لغايه انفينيتي. ممتاز. طيب عند الاكس بنيجاتيف 2 لوكال ايه ماكسيمم، يبقى عايزين نجيب البوينت، اروح على الاصل، على الاصل نعوض على الاصل خالص اللي هو اللي بالازرق ده، تطلع 16 يبقى نيجاتيف 2 16 لوكال ماكسيمم بوينت، خد اكس ب 2 روح على الاصل هنعوض تطلع الواي بنيجاتيف 16 يبقى 2 نيجاتيف 16 لوكال مينيمم بوينت. واحده كمان يا اولاد، يلا عايزين نجيب ماكسيمم ومينيمم. شوف انا بجيب لك افكار نفس الفكره بديك اشكال مختلفه عشان تبقى انت تمام. يلا يا حبيبي هنجيب اف داش، يلا لما اجيب اف داش عملت ديريفاتيف 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 خليها ايكوال زيرو، عملت ديفايدد 4 ديفايدد 4 ديفايدد 4 عملت كده، خد اكس كومون واعمل فاكتورايز طلع ثلاث ارقام اهي، دي ما اقدرش اقول اس او اس دول ثلاثه، يبقى نحط زيرو ونحط 1 2 نجرب رقم قبل الزيرو زي نيجاتيف 1، حط هنا نيجاتيف 1 حط هنا نيجاتيف 1 حط هنا نيجاتيف 1 هتلاقي الاجابه نيجاتيف، اختار رقم بين 0 و 1 زي ال 0.5 حط هنا 0.5 تطلع بوزيتيف، اختار رقم هنا تطلع نيجاتيف بوزيتيف. او ممكن تجرب في الفاكتورايز ده، يعني لما تحط هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 هتلاقي الاجابه، لان دي هتطلع ايه؟ دي هتطلع نيجاتيف ودي نيجاتيف ودي نيجاتيف، يبقى تطلع نيجاتيف. لو جربت 0.5 دي تطلع نيجاتيف دي نيجاتيف ودي بوزيتيف يبقى تطلع بوزيتيف، يبقى ديكريز ده المراجيح بتاعتنا. عندي 1 2 3 4 مناطق، يبقى هنقول ديكريزنج من نيجاتيف انفينيتي لزيرو انكريزنج ديكريزنج انكريزنج، اربع مناطق عملت اربع سطور. عند الزيرو لوكال مينيمم اروح اعوض على الاصل بزيرو تطلع الاجابه ب 10 ده الفاليو، هنا 1 لوكال ماكسيمم عوض على الاصل تطلع 11، عند التو لوكال مينيمم يبقى انا طلعت ماكسيمم، عندنا هنا دي مينيمم ماكسيمم مينيمم. جميل. طيب ايه رايك بقى لو انا عندي سؤال فيه فانكشن مكتوبه مالتي رولز، يعني عندي اكتر من رول كده وقال لك احسب لي ماكسيمم ومينيمم؟ نصيحه يا اولاد اعتبر دي كانها مسالتين، خد نص هنا ونص هنا. ونصيحة تانية قبل ما تعتبرها مسألتين، خد الجزء ده اللي فيه سمولر ذان هو اللي اكتبه هنا في الشمال وده اليمين. ليه بقى يا ولاد؟ لان انا هعمل ايه، انا لما اجي ارسم انا هرسم نمبر لاين للجزء الاولاني هرسم نمبر لاين للجزء الثاني، يبقى انا هقول كده انا هعتبر ده، يبقى انا لما اجي اقسمها جزئين هعتبر كده في جزء كده وجزء كده، فلما اجي ارسم يبقى هنا لو كانت مثلا هنا 1 وهنا 1 يبقى انا خدت الناحيه دي اللي هو اكس سمولر ذان 1 عشان نرسم النمبر لاين، اكس بيجر ذان 1 او بيجر ذان اور ايكوال، علشان بعد كده هنلحم اللاينين دول في بعض احط ال1 على ال1 هنا، يبقى الاسهل لما تيجي تقسمها نصين خد اللي فيها سمولر ذان شمال اللي فيها بيجر ذان يمين، خدها قاعده كده وترسم اتنين نمبر لاينز، هنجيب اف داش هنا ونجيب اف داش هنا عشان اف داش اللي هتحدد لي بوزيتيف اور نيجاتيف. يلا كده يا جميل على الكمبيوتر، يلا اهو انا كده عملت جزئين اهو، ده فانكشن يمين فانكشن شمال، اللي على الشمال ده اللي فيها سمولر ذان، اللي على اليمين دي اللي فيها بيجر ذان. هات اف داش يا ابني، هات يا خبر ابيض اهي نيجاتيف، نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف فور اول اكس سمولر ذان 1،
طب هات هنا دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ تقول لي لا ده على حسب الاكس، اخليها ايكوال 0 طلعت الاكس ب 3. رسمت نمبر لاين يمين نمبر شمال ويمين، هنا نيجاتيف يبقى دي جميع الارقام نيجاتيف. هنا هنيجي نحط عند 3 ونكتب سيم اوبوزيت، او نجرب رقم ونجرب رقم، ودي كلها نيجاتيف. اللاين ده واللاين ده، بص بص لهم كده، ركز عليهم كده، بص كده عليهم بيحصلهم ايه، لحمتهم الاثنين، يبقى اللاين واللاين لحمتهم عند الوان. هنا نيجاتيف والجزء ده نيجاتيف ودي بوزيتيف، يبقى كل ده ديكريز والحته دي انكريز، يبقى المساله عشان اف داش نيجاتيف يبقى ديكريزنج، اف داش بوزيتيف انكريزنج. طيب عايزين عند الثري الفانكشن بقى لوكال مينيمم. طب لما اروح على الاصل اهي، عايزين نعمل سبستيتيوت ب3، يا ترى نعوض فوق ولا تحت ولا حبه فوق وحبه تحت؟ واحد شاطر يقول لي لا خلي بالك، ده الثري هي الثري اكبر من 1 ولا اصغر من 1؟ اكبر من 1 طبعا، يبقى نعوض في اللي فوق بس، اوعى تعوض في اللي تحت احسن ازعل منك. يبقى في اللي فوق طلعت الاكس بنيجاتيف 9، يبقى نقول له 3 اند نيجاتيف 9 از لوكال مينيمم بوينت. ادي سؤال. سؤال تاني يا ولاد، في ابسليوت اهو، حد فاكر الكلام الذكريات اللي كنا بنقولها في الاول؟ هتقول لي دي عملناها مرتين، واكس بيجر ذان اور ايكوال 5، وهنا اكس سمولر ذان 5، هنا ناقصه اور ايكوال يا حبايبي. وبرضه نعمل خط صغير كده في النص، خد اللي فيها سمولر ذان هنا واللي بيجر ذان هنا اهو، اعمل اف داش لدي، اعمل اف داش لدي، خلي دي ايكوال 0 ودي ايكوال 0، طلعت الاكس كام؟ 2.5. جميل، هنا ايكوال 0 طلعت الاكس 2.5 ريفيوزد، لان 2.5 ما هيش اكبر من ال 5. ارسم بقى نمبر لاين، حط 2.5، جرب رقم يمين رقم شمال قبل ال 2.5 زي ال 3 بعدها كده، جرب قبل ال 2.5 زي ال 0، هتلاقي هنا الاف داش بوزيتيف وهنا نيجاتيف. هنا جرب ارقام هتلاقي كلها بوزيتيف، جرب حط 6 هنا حط 7 هتلاقي كلها بوزيتيف. بص على النمبر لاين ونمبر لاين، شدهم اهو، اسحبهم كده اهو، لحمناهم في بعض. يبقى الجزء ده انكريز، ده ديكريز، ده انكريز، يبقى انا عندي ثلاث مناطق نكتب ثلاث سطور، انكريزنج ديكريزنج وبعد كده انكريزنج. جميل، يبقى انا هعمل كده اهو، الجزء ده انكريز وده ديكريز وده انكريز. عند 2.5 لوكال ماكسيمم، اروح على الاصل هنا، الاصل الاصل خالص اللي بالاسود ده، نعوض ب 2.5 تطلع الاجابه، هتطلع الاجابه 12.25. نروح على الاصل نعوض ب 5 تطلع الاجابه ب 6 كده، يبقى انا جبت لوكال ماكسيمم بوينت لوكال مينيمم بوينت. عظيم. واحده كمان يا حبايبي عشان افكار واشكال مختلفه، عايزين نجيب انكريز وديكريز، هنجيب اف داش. طب اف داش ده اهي بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا على حسب الاكس؟ اوعى تقول لي على حسب الاكس احسن ازعل، لان دي براكت عليه سكوير، يبقى دي دايما بوزيتيف. يبقى لما ارسم نمبر لاين هنقول دائما بوزيتيف اللي عندي، يبقى دي دايما انكريزنج فور اول ريل نمبرز. طالما انكريزنج اقول له نو ماكسيمم نو مينيمم على طول كده، ما فيش ولا ماكسيمم ولا مينيمم، لها انها انكريز على طول. طيب بصوا بقى يا حبايبي، فانكشن مكتوبه فيها انونز اي وبي، وقال لك ذا كيرف هاز لوكال ماكسيمم بوينت لوكال من عند ال1 وال5. بصوا لي يا حبايبي، احنا قلنا ماكسيمم ومينيمم، لما اقول ماكسيمم بوينت البوينت دي 2 و5 ماكسيمم، تفهم منها ايه؟ في كذا حد ممكن يقول لي كذا حاجه، انا عايز اقول لك اهو 2 اند 5 از ماكس لوكال ماكسيمم بوينت. ايه اللي فهمته؟ في واحد شاطر يقول لي انا فهمت منها لما قلت لي ماكسيمم بوينت 2 اند 5 يبقى 2 اند 5 بوينت تقع على الكيرف، اقول له صح ادي فهم صح. واحد تاني جدع يقول دي ماكسيمم حاجه من اتنين، يا اما الاف داش عندها ايكوال زيرو او اف داش انديفايند. تعال افكرك بيها عشان تكون نسيت اهو، اتفرج كده معايا، انا هرسم اهو
ادي كيرف اهو، دي لوكال ماكسيمم. هرسم كيرف كده وكيرف كده، دي لوكال ماكسيمم. هنا لو جيت قلت لك بص على الاف داش، هتقول لي اف داش نرسم تنجنت، هيبقى هنا الاف داش ايكوال زيرو. هات اف داش هتلاقي في تنجنت يمين في تنجنت شمال، يبقى الاف داش انديفايند. طيب يبقى اذا اول ما حد يقول لي لوكال ماكسيمم، ينفع لو جيت قلت لك كده 2 اند 5 از لوكال ماكسيمم، تقول لي دي معناها فائدتين. ايه هما الفائدتين؟ اول فائده ان 2 اند 5 اكيد بوينت تقع على الكيرف. الفائده الثانيه ان 2 دبل اي اهو، تاني حاجه ان اف داش ال2 اما انها ايكوال زيرو او انها undefined. طب يلا كده للسؤال بتاعنا اللي موجود على الكمبيوتر اهو، يلا يا جميل. y equal x cube plus ax square plus bx plus 10. في two unknowns، يبقى لازم اعمل two equations وانا مغمض، كلنا عارفين كده. طب عايزين نجيب التو ايكويشنز. اول ايكويشن ملهاش دعوه بالكالكلس، هتقول لي 1 اند 5 بيلونجز تو ذا كيرف، يبقى مكان الاكس هكتب 1، مكان الواي اكتب 5، اهو طلعت ايكويشن نمبر 1. ارجع تاني شد خط كده وتعالى هنا الاف تحتها كده في نص السطر، اعمل اف داش ديريفاتيف ونقول من اول السطر 1 اند 5 از لوكال ماكسيمم. لوكال ماكسيمم يبقى الاف داش بزيرو واكس مكانها 1، ولو فيه واي كنا هنحط 5. يلا طلعت ايكويشن 2. عندي 2 ايكويشنز تقدر تحلهم سيملتينيس مع بعض، حطهم تحت بعض واعمل ماينس ماينس ماينس، هتجيب الاي والبي. ادي فكره تانيه على الكلام ده. طيب شوفوا بقى للجزء الثاني 1 ماينس 1 اوفر اكس، عايزين نجيب انكريز ديكريز لوكال ماكسيمم لوكال مينيمم. اول ما تشوف يا ابني مساله، خلي بالكم اللي فاتت دي كانت مساله بولينوميال، فانا عشان كده ما بهتمش الاكس زي ما تطلع. اما لو جه سؤال فيه بقى، بصوا لي كده عشان انا عايزك تبقى شاطر واخد بالك، لو مساله بولينوميال، بولينوميال يعني اكس فيها باور 2 باور 3 باور اي باورز كده من اللي هو الانتجرز دي، فكل الدومين بتاع كل الريل نمبرز. اما لو لقيت مسألة فراكشن مثلا 5 اوفر اكس ماينس 3، قبل ما تجاوب في المسألة تقول لي استنى خلي بالك ان اكس دازنت ايكوال تو 3، لان ما ينفعش الدينومينيتور بزيرو، يبقى الدومين جا اول ريل نمبرز اكسبت 3. طب لو مسألة تانية لين اكس ماينس 3، تقول لي ده لين او لوج، برضو نفس الفكرة، الدومين بتاع اللين او اللوج ما ينفعش جوه اللين او جوه اللوج، ولا ينفع نيجاتيف ولا ينفع زيرو، يبقى هنقول اكس لازم تبقى بيجر ذان 3، ما اقولش اور ايكوال كمان، بيجر ذان 3 لو كانت لين اكس ماينس 3. دول حاجات لازم تاخد بالك منها، ثلاث حاجات ركز عليهم: سكوير روت، فراكشن، لين او لوج. الثلاثه دول لازم تجيب الدومين قبل ما تحل، لان لما بجيب الدومين لما اجي ارسم نمبر لاين عشان اطلع انكريز ديكريز ما برسمش خارج الدومين. يعني لو فانكشن اف اوف اكس روت اكس ماينس 5، يبقى الدومين بتاعي من 5 لانفينيتي، يبقى لما اجي ارسم نمبر لاين هبتدي من عند ال 5 لغايه انفينيتي، فدي لازم تاخد بالك من ده. يبقى لو سؤال فيه في روت فيه فراكشنال في لين او لوج، يبقى قبل ما اجاوب في السؤال اكتب الدومين عشان وانا برسم نمبر لاين يبقى انا مطمن ما لخبطش. ماشي يا جميل، خدوا بالكم عشان دي حاجات رياضيه لازم تبقى انت واعيلها كويس. يلا كده اهو، اول ما لقيت 1 ماينس 1 اوفر اكس، اول ما اشوف المنظر ده اقول له دي في فراكشن، يبقى ناخد الدينومينيتور نوت ايكوال زيرو، اكس دازنت ايكوال تو زيرو، يبقى الدومين اول ريل نمبرز اكسبت زيرو. دي خطوه نمبر 1. نبتدي بقى نكمل، انت عايز ايه؟ عايز انكريز وعايز ديكريز، هات اف داش. يلا يا باشا نجيب اف داش، اولا ديريفاتيف ال1 بزيرو، دي كانها اكس باور نيجاتيف 1
نزل الباور ونقص 1 تبقى اكس باور نيجاتيف 2، يبقى 1 اوفر اكس سكوير. هات بقى الاف داش، هنرسم نمبر لاين، بس نيجي عند الزيرو نعمل اوبن عشان دي ممنوعات الزيرو. رسمت نمبر لاين كامل ما عدا عند الزيرو ممنوعات. بص لي على الاف داش اهي، ده الاف داش. هذه النتيجة بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا على حسب الاكس؟ يلا رد عليا، بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا على حسب الاكس؟ شاطر، انا سامع حد واد جدع قال لك اهو، طب ما ده اكس سكوير يبقى لازم تكون بوزيتيف، يبقى هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف، ممتاز. يبقى دي انكريزنج فور اول ريل نمبرز ما عدا زيرو اللي هو الدومين، يبقى نو ماكسيمم نو مينيمم، ممتاز شاطر. واحدة كمان اهي دي فيها روت، يا خبر ابيض، وفيها فراكشن. يبقى اول ما الاقي فراكشن اكس نوت ايكوال تو زيرو، اكس دازنت ايكوال تو زيرو، فيه روت، يبقى لازم اللي جوه الروت يبقى بيجر ذان اور ايكوال زيرو، يبقى اكس بيجر ذان اور ايكوال 1، يبقى الدومين بتاعي من 1 لانفينيتي اكسبت زيرو. هتقولي طب ما الزيرو كده كده بره، يبقى الدومين فروم 1 تو انفينيتي، عشان لما ترسم نمبر لاين ترسمه من 1 لانفينيتي. كده انا جبت الدومين، هو طالب من سيادتك تشوف الفانكشن انكريز امتى ديكريز امتى. اول ما اسمع انكريز اول ما اسمع ديكريز اجيب الاف داش، خدها قاعده. يلا يا جميل، اف داش ده فراكشن، شرطه طويله نعمل داون سكوير. يلا رد، لما نبقى فيه فراكشن ونقدر نكتب داون، ديف اب اعمل ديريفاتيف، ده روت، ديريفاتيف الروت دبل الروت ونعمل ديريفاتيف اللي جوه ب 1، ماينس نكتب اللي فوق ديريفاتيف الاكس ب 1. عايز بقى دي نشوفها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بالمنظر الوحش ده ما اقدرش احدد، اقوم اعمل سمبليفاي لده. سمبليفاي ازاي؟ اعمل فوق وتحت ملتبلاي روت اكس ماينس 1، اهو روت اكس ماينس 1 فوق، روت اكس ماينس 1 تحت، يبقى هعمل دي مع دي تحت اهو، روت اكس سكوير في روت اكس ماينس 1. روت اكس ماينس 1 لما تعملها هنا هتتشطب مع روت اكس ماينس 1، يتبقى هاف اكس. لما تعمل روت اكس ماينس 1 تايم روت اكس ماينس 1 يبقى الروت يتشال، هيتبقى اكس ماينس 1 ملتبلايد نيجاتيف، يبقى نيجاتيف اكس بلس 1، نيجاتيف اكس ودي هاف اكس، يبقى الاجابه نيجاتيف هاف اكس بلس 1. هي دي الاف داش. عايزين نعرف نخليها ايكوال زيرو عشان نحدد بين البوزيتيف والنيجاتيف. اللي تحت دايما بوزيتيف لان دي سكوير ودي سكوير روت، فدول دائما بوزيتيف، يبقى هنحدد الساين حسب اللي فوق. خليها ايكوال زيرو تطلع الاكس ب 2. نقوم بقى نعمل نمبر لاين، خلي بالك الدومين بتاعي من 1 لانفينيتي، يبقى النمبر لاين يبتدي من 1 لغايه انفينيتي. اكس ايكوال 2 اهو، جرب رقم قبل ال 2 رقم بعد ال 2، رقم بعد ال 2 زي ال 4، حط هنا 4 هتطلع النتيجه نيجاتيف، جرب رقم قبل ال 2 زي الهاف هتطلع الاجابه بوزيتيف، يبقى هنا بوزيتيف نيجاتيف انكريز ديكريز. يبقى هنقول بقى الفانكشن انكريزنج من 1 لغايه 2 وبعد كده decreasing طبعا من 1 closed لغاية 2 opened، وبعدين من 2 لغاية infinity. عند النقطة الفاصلة دي لازم تبقى open. ادي مسألة. طيب عند 2 local maximum عايزين نجيب الفاليو او البوينت، روح على الاصل حط 2 حط 2، لما نروح على الاصل ونعوض تطلع الاجابة بهاف، يبقى النتيجة 2 and half is local maximum point. ممتاز. فكرة تانية يا ولاد، يا خبر ابيض فيه لين اهي. الناس الشاطرة بقى، انا حذرتك من ثلاث حاجات، من اللين والروت والفراكشن. اول ما تشوف حاجة من التلاتة دول احذر، قبل ما تحل لازم تقول احنا الدومين بتاعي ايه، الممنوعات، يبقى انت لازم تستبعد الممنوعات. يبقى انت اول ما تشوف لين تقول اه، يبقى اللي جوه اللين ده لازم يكون بوزيتيف، يبقى الاكس لازم تبقى بيجر ذان زيرو فقط، يبقى الدومين فروم زيرو اوبن لغايه انفينيتي. يبقى وانا برسم نمبر لاين يبقى بدايتي زيرو لغايه انفينيتي وزيرو اوبن.
احنا عايزين نطلع مين يا باشا؟ انكريز وديكريز، يبقى نجيب اف داش. يلا نجيب اف داش، ديريفاتيف الاكس ب1، ديريفاتيف اللين ده قلناها الحلقه اللي فاتت، اول ما تشوف لين شيل اللين واكتبها تحت، وبعدين ديريفاتيف اللي جوه ب1 يبقى 1 اوفر اكس، ده نكتبه ايكوال 0، هتطلع الاكس ايكوال نيجاتيف 1. هل نيجاتيف 1 تبع الدومين؟ لا، يبقى ريفيوز. يبقى انا هاخد من 0 الانفينيتي، روح في الاف داش حط ارقام 1 2 3 4 5، هتلاقي الاجابه دائما بوزيتيف. يبقى هقول له على طول الفانكشن انكريزنج فور اول 0 اوبن لغايه انفينيتي، لان ده هو الدومين، ويبقى نو ماكسيمم نو مينيمم بوينتس. جميل قوي، حاجه ممتعه يا اولاد. طيب ما تعالوا بقى احكي الكيرف ده اهو، هتقول لي انكريزنج طبعا. طب الكيرف ده اهو انكريزنج او كونستانت؟ لما اقول انكريزنج حته انكريز حته كونستانت، بنقول عليها بنزود كلمه كده، بدل ما اقول انكريز اقول لك مونوتونيك انكريزنج، يبقى دي بنقول عليها انكريزنج، هنا نقول عليها مونوتونيك انكريزنج. طب ممكن نقف وقفه صغيره هنا، وقفه صغيره هنا. لما اقف هنا اكس 1 اكس 2، طبعا اكس 1 اصغر من اكس 2، اطلع عند الاكس 1 طلع لي اف اوف اكس 1، عند الاكس 2 اطلع فوق هات لي الاف اوف اكس 2، بص لي اكس 1 اصغر من اكس 2 طبعا، بص لي على اف اوف اكس 1 اف اوف 3 سمولر ذان. يبقى في حاله الانكريزنج لو العلامه سمولر تفضل الايمج ده اصغر من ده. طب بص هنا لو خدنا اكس 1 اكس 2، اكس 1 اصغر من اكس 2، مين شاطر يقول لي اف اوف اكس 1 اف اوف اكس 2 علاقتهم ايه ببعض؟ تقول لي انت عندك منطقتين، لو انت في المنطقه الاولى ده اهي اكيد لو اكس 1 اصغر من اكس 2 هيطلع اف اوف اكس 1 سمولر ذان اف اوف اكس 2، لو انت في المنطقه دي وخدت اكس 1 واكس 2 يطلع الايمج واحد، يبقى دي سمولر ذان اور ايكوال. ده ممكن تجي لك في الكومبليت يقول لك اكس 1 سمولر ذان اكس 2، اف اوف اكس 1 سمولر ذان اف اوف اكس 2، يبقى الفانكشن از، ويكتب لك اربع اختيارات، تقول له از انكريزنج. طب لو سمولر ذان اور ايكوال تقول له از مونوتونيك انكريزنج. طب بص لدي يا باشا، الفانكشن ده هي ديكريزنج، الفانكشن دي عشان فيها كونستانت يبقى المونوتونيك ديكريزنج. جميل. طب تعالى بص هنا، اكس 1 اكيد اصغر من اكس 2 زي ما انت شايف كده، لان هنا 0 1 2 3 4 يبقى اكيد اكس 1 اصغر من اكس 2، ممتاز. تعالى عند اكس 1 اطلع طلع اف اوف اكس 1، عند الاكس 2 اطلع كده هطلع الاف اوف اكس 2. انت عندك اكس 1 اهي سمولر ذان اكس 2، ولكن اف اوف اكس 1 علاقتها ايه؟ الريليشن بينها وبين اف اكس 2 بيجر ذان. طب هنا لو انت في المنطقة الأولى دي يبقى اف اكس 1 أصغر من اكس 2، يبقى الاف اوف اكس 1 ايكوال اف اوف اكس 2، أما هنا ده هتبقى بيجر. يبقى لو العلامة سمولر اتقلبت بقت بيجر يبقى ديكريزنج، هنا يبقى نقول عليها مونوتونيك ديكريزنج. طيب نقول مرة تانية يا حبايبي، اف داش بيجر ذان 0. بصوا يا اولاد، في حاجه مهمه، حاجه مهمه، اول ما يقول بيجر ذان 0 قول معناها بوزيتيف، خدها قاعده. لما اقول لك مثلا واي بيجر ذان 0 تقول اه يعني الواي بوزيتيف، سمولر ذان 0 انت تقول نيجاتيف. طب اقول الكلمتين اللي انا قلتهم دول بسرعه وبعدين نطلع فاصل، كلمتين. يلا بصوا كده يا اولاد، لما بقول لك اف داش اكس بيجر ذان 0 يبقى انت هتقول على طول ان الفانكشن از انكريزنج، لان دي معناها بوزيتيف. طب لما اقول اف داش بيجر ذان اور ايكوال 0 يبقى اف داش بوزيتيف بس في ايكوال، نقول الفانكشن از مونوتونيك انكريز. طب لما اقول اف داش سمولر ذان 0 يبقى هتقول ذا فانكشن از ديكريزنج. طب لو قلت اف داش سمولر ذان اور ايكوال 0 تقول لي يبقى دي مونوتونيك ديكريزنج. اعرف المعلومه دي، ده لو اف داش بوزيتيف نبقى انكريزنج، لو فيها ايكوال نقول مونوتونيك، اف داش نيجاتيف نقول ديكريزنج. طيب كده
هنقف هنا فاصل ونرجع بقى نكمل الموضوع الجميل اللي احنا ابتديناه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا يا ولادي. دلوقتي احنا ده الجزء الاولاني اللي احنا خلصناه، كان بيتكلم على انكريز ديكريز لوكال ماكسيمم لوكال مينيمم، كل ده بطلعه من الجراف. طيب انا يعني بقى عايز ادخل في حاجة تانية، جزء معلومة تانية، لان احنا ماشيين في البيهيفير فانكشنز. سؤال يا ولاد، سمعتوا عن مصطلح كده كان حد يقول لك كريتيكال بوينت في الكيمستري او في الفيزيكس؟ يقول لك لو انت عندك ماتيريال كده بتتحول من ليكويد لجاز، ده بنسمي البوينت او اللي هي درجة الحرارة اللي بتتحول عندها، بسموها كريتيكال بوينت. كريتيكال يعني النقطة اللي حصل تغير، زي بالظبط واحد بيكسب 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 وعند نقطة معناها بدأ يخسر 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 يخسر، يبقى نقول البوينت دي نسميها كريتيكال بوينت. عندنا في الفانكشنز في بوينتس نقول عليها كريتيكال. الكيرف كان ماشي بنظام، تغير النظام بتاعه، فنقول على البوينت دي اللي حصل تغير عندها نقول عليها كريتيكال بوينت. كان كيرف انكريز لغاية بوينت معينة، بعدها حصل له ديكريز، نقول على البوينت دي كريتيكال بوينت اللي هي بتبقى ماكسيمم او مينيمم. يبقى انا هتكلم دلوقتي عن حاجة اسمه مصطلح اسمه كريتيكال بوينت. تعالى كده نشوف، علشان لو حد سألك يعني ايه كريتيكال بوينت تقدر تقول له بالبلدي بوينت الكيرف تغير عندها من شكل لشكل اخر. بس ده مصطلح بلدي، احنا عايزين نقوله علميا، فعلميا تعالوا نستنتجها مع بعض عشان تبقى وانت بتتكلم تبقى بتقول ماثيماتيكالي مظبوط. بص يا جميل، اولا هنا لو بصيت على الكيرف ده، ده الجزء، المنطقة دي انكريز المنطقة دي ديكريز، هذه البوينت نقول عليها كريتيكال بوينت. كريتيكال بوينت اللي هي ده هي. طيب لو جيت قلت لك ده ديكريز انكريز، يبقى دي نقول عليها ايه؟ كريتيكال بوينت. طب ما ده برضو انكريز ديكريز، يبقى دي نقول عليها ايه يا اولاد؟ كريتيكال بوينت. تعالوا بص لي عند الكريتيكال بوينت، الكريتيكال بوينت اللي هي طبعا دي لوكال ماكسيمم لوكال مينيمم لوكال ماكسيمم، ينفع تقول كده، بس انا واقف عند كلمه كريتيكال. هات لي اف داش هنا هترسم تنجنت، هتلاقي اف داش بزيرو، هات اف داش هنا ارسم تنجنت، اف داش زيرو، هات اف داش هنا هتلاقي تو تنجنتس، يبقى اف داش انديفايند. يبقى لو حد سالك وقال لك ديفاين ذا كريتيكال بوينت ماثيماتيكالي، هتقول الكريتيكال بوينت هي البوينت، ات از ذا بوينت ات ويتش اف داش ايكوال زيرو اور اف داش انديفايند. يبقى على طول بقى اول ما اقول لك طلع لي الكريتيكال بوينت في مساله، تقول يعني هنجيب اف داش ونشوف الاف داش امتى تبقى بزيرو وامتى تبقى انديفايند. يبقى انا كده طلعت الكريتيكال بوينتس. طيب كلمة undefined، تقول واحد يقول لي يعني ايه نشوفها undefined؟ اصل دي مسألة مش مرسومة، ما هي لو رسمة هتبقى النقطة دي اسمها undefined، دي زيرو دي زيرو. اما لما حد يقول لك undefined تقول له دي بنقولها مرتين، يا اما عندي fraction جبت اف داش لقيت اف داش fraction، يبقى الدينومينيتور ايكوال زيرو. يبقى لما اقول لك متى اف داش undefined تقول الدينومينيتور بزيرو. طب لو عندي فانكشن مالتي رولز في تو رولز كده، فانكشن ديفايند على تو رولز، وقلت لك قول لي ده هتبقى ديفايند ولا انديفايند عند هذا الفاصل، يقول لك طيب هات اف داش هنا هات اف داش هنا. لما نجيب اف داش يبقى انا هجيب اف داش لده واف داش لده، اذا طلعت اف داش قد الاف داش يبقى انا بجيب ديريفاتيف ده ديريفاتيف ده ونعمل سبستيتيوشن، لو طلع ده قد ده يبقى اف داش ايه بلس ايكوال اف داش ايه ماينس، يبقى انا هقول هنا اف داش ديفاين، لو ما طلعوش قد بعض يبقى انديفاين.
هقول حاجة صغيرة كده عايزك تاخد بالك منها، انت اكيد طالع بيها من تانية ثانوي. انا هقولها واقول لك كنا بنعمل ايه بالتفصيل، ولكن هنا هنختصر الكلام ده. بص يا باشا، لو جيت سألتك كده قلت لك انا عندي فانكشن اف اوف اكس، وجيت قلت اف اوف اكس كده ايكوال اكس سكوير بلس 2 واكس بيجر ذان اور ايكوال 1، وجيت قلت لك عندي اف اوف اكس ايكوال 5 اكس ماينس 2 واكس سمولر ذان 1، وكان تانية ثانوي بقى يقول لنا ديسكاس ديفرنشابيليتي ات 1، كنا بنقول حاجتين يا ولاد. كنا اول خطوة نشوف اف اوف 1، نجيب اف اوف 1، اف اوف 1 هنعوض ب1 فوق ولا تحت؟ اكيد في الحته اللي فيها ايكوال، يبقى هتطلع 1 باور 2 بلس 2 تطلع الاجابه ب3. طب عايز اشوف الفانكشن ده هي كونتينيوس ولا ديسكونتينيوس؟ انا براجع لك معلومات تانيه ثانوي. كنت انت بتقول يلا نجيب ثلاث حاجات، جبت اف اوف 1، نجيب اف اوف 1 بلس ونجيب اف اوف 1 ماينس. اف اوف 1 بلس كنت بتكتب ليميت اكس ابروتش تو 1، وكلمة بلس يعني فيها بيجر ذان، تاخد اللي فيها بيجر ذان تطلع الإجابة ب3. اف اوف 1 ماينس كنت بتعمل ليميت اكس سمولر اكس ابروتش تو 1 ماينس، تاخد اللي فيها سمولر ذان 5 اكس ماينس 2 عوض ب1 تطلع 5 ماينس 1 ب3. فكنا بنقول سينس ان اف اوف 1 equals f of 1 plus equals f of 1 minus، يبقى therefore f of x is continuous at x equal 1. ده اللي كنا بنعمله في تانية سنة، وده لما يقول لك discuss continuity. طب انا عايز اجيب differentiability للفانكشن ده هي، مش عايز continuity. طب اجيب ديفرنشابيليتي ازاي؟ كن ايه اللي كنا بنعمله عشان نجيب ديفرنشابيليتي؟ بص يا جميل، نفس السؤال اهو هكتبه لك مره تانيه ونشوف الديفرنشابيليتي. هقول لك كده اف اوف اكس ايكوال اكس سكوير بلس 2 اكس بيجر ذان اور ايكوال 1، وبعدين 5 اكس ماينس 2 اكس سمولر ذان 1. اول خطوه هتطلع اف اوف 1، ده الاول هتقول لي كده اف اوف 1، احنا خلاص عملنا سبستيتيوشن ب1 طلعت ب3. كنا السنه اللي فاتت بنعمل خط في النص، نجيب حاجه اسمها اف داش 1 بلس وحاجه تانية نجيب اف داش 1 ماينس. كنا بنجيب دي ازاي ودي ازاي؟ كان في رول كنا بنكتبه، كنا نكتب كده ليميت اتش ابروتش تو 0 ونكتب اف اوف 1 بلس اتش ماينس اف اوف 1 اوفر اتش. نفس الرول هنا ليميت اتش ابروتش تو 0، وكنت بتقول اف اوف 1 بلس اتش ماينس اف اوف 1 اوفر اتش. ونيجي بقى نكتب ليميت، لما اقول لك 1 بلس اتش دي هتروح في المسألة شيل الاكس، الاكس ده اهي، واكتب 1 بلس اتش عليها باور 2 بلس 2 ماينس اف اوف 1 اللي انت جبتها ب 3 اوفر اتش. نفس الحكايه هنا هنكتب ليميت اتش ابروتش تو 0، روح عشان تجيب 1 بلس اتش روح في المساله تكتب 5 1 بلس اتش ماينس 2 ماينس اف اوف 1 اللي هي ب 3 اوفر اتش. واجي احسب ده اهي، هنكتب ليميت اتش ابروتش تو 0 ونعمل ده تبقى 1 بلس 2 اتش بلس اتش سكوير، وهنا طبعا 2 ماينس 3 بنيجاتيف 1 اوفر اتش، 1 هتروح مع ال 1 خد اتش كومن تروح مع اللي تحت طلعت الاجابه ب 2. هنا اعمل فك البراكت ده هتطلع ليميت اتش ابروتش تو 0 ونطلع الاجابه 5 بلس 5 اتش، وهنا ماينس كم؟ ماينس 5، 5 تروح مع ال 5، اتش تروح مع الاتش، يبقى الاجابه 5. اف اوف 1 ماينس ب 5
اف اوف 1 بلس ب2 ما طلعوش زي بعض. ده اللي كنا بنعمله يا اولاد السنه اللي فاتت. انا هعمل نفس الحركه دي، بس مش هقعد اوجع كل، مش هوجع قلبي واقول كل الخطوات دي مش معقوله. ده اللي كنت انت، ده الفعلي او ده اللي كنا بناخده. انت عشان تجيب اف داش 1 بلس اف داش 1 ماينس، بدل هتكتب ليميت اه اتش ابروتش 0، اكتب الرول، لكن ما تقعدش تعمل بالتفصيل كده. انا هقول لك حركه اعملها هتبقى وتختصر على نفسك. تعالى كده نتفرج ونشوف. يلا يا جميل اهو انا هقول لك طريقه مختصره. انا عايز اجيب هنا اف داج 1 بلس اف داج 1 ماينس، يقول لك اعمل الخطوه كده. انت هتقول هنا اكس هنا سمولر ذان 1، اكس بيجر ذان 1. هنا اف اوف اكس ايكوال اكس 5 اكس ماينس 2، هنا اف اوف اكس ايكوال اكس سكوير بلس 2. اتفرج على الحركه اللي انا هعملها. انت عايز تجيب اف داش 1 ماينس اف داش 1 بلس، هات بص بقى كده، ممكن تكتب الرول، هات اف داش الاول اكس تطلع 5، هات هنا اف داش اكس تطلع 2 اكس. اكتب الرول يا باشا، هتقول له كده اف داش 1 ماينس، الرول اهو ليميت اتش ابروتش 2 0، ونكتب اف اوف 1 بلس اتش ماينس اف اوف 1 اوفر اتش. الرول ده اكتبه هنا وهنا. كل اللي هتعمله شيل الاكس واكتب 1، شيل الاكس واكتب 1 هنا، من غير ما تقعد تعوض بالتفصيل في الرول ده. فلما احط اكس ب1 هنا تطلع الاجابه 5، لما احط اكس ب1 هنا تطلع الاجابه بكام؟ ب2. طب ما هي دي ودي اللي احنا جبناهم من شويه، على بس بشرط يبقى الفانكشن كونتينيوس. يبقى انت تطمن ان الفانكشن كونتينيوس. هتقول لي طب وانا اعرف ازاي؟ اقول له يا اخي بعينيك، عوض في اصل المساله ب1، عوض في اصل المساله ب1، هتلاقي ده قد ده تبقى الفانكشن كونتينيوس. يبقى انت لما تحب تجيب اف داش 1 ماينس اعمل ديريفاتيف وبعدين عوض ب1، اعمل ديريفاتيف وبعدين عوض ب1. دي طريقة مختصرة علشان تجيب اف داش 1 بلس اف داش 1 ماينس. لو لقيت اف داش 1 ماينس doesn't equal to اف داش 1 بلس، يبقى اف داش ات 1 undefined. بس على طول. طب يلا كده يا جميل نخش بقى كده ونبص علشان نستكمل الكلام الجميل جدا بتاعنا. يلا كده، يبقى انا قلت لك هات اف داش 1، هات اف داش اكس، وروح عوض عن الاكس بالفاصل ده بالاي، عوض عن الاكس بالاي. اذا طلع الليفت قد الرايت يبقى معناها ان الاف داش لو كان ايكوال يبقى هي ديفايند، لو طلع نوت ايكوال يبقى انديفايند، ويبقى الاي كريتيكال بوينت. يبقى الرقم ده هو ممكن يبقى كريتيكال ممكن ما يبقاش. طيب تعالى نتفرج ونشوف. اف اوف اكس روت 8x ماينس x سكوير، فايند ذا كريتيكال بوينت. انا لسه قايل من لحظات، اول ما حد يقول لك كريتيكال بوينت ماثيماتيكالي تقول عايزين نجيب الاف داش ونشوفها بزيرو امتى واندفايند امتى. يلا يا جميل لما تبص لده اف اف اكس ايكوال 8 ده سكوير روت، يبقى الاف داش دبل الروت تحت. طب وفوق ديريفاتيف اللي جوه، ديريفاتيف دي ب8، ديريفاتيف دي ب2 اكس، ده الاف داش. اول ما بصيت لده حد من الناس الجميله يقول لي اف داش امتى الفراكشن ده يبقى بزيرو؟ لو اللي فوق بزيرو، انك لو خليتها ايكوال زيرو عملت كروس مالتيبليكيشن يبقى اللي فوق بزيرو. اي فراكشن في الدنيا هنقول عليها ايكوال زيرو لو كان النيوميريتور بزيرو. طلعت الاكس ب4، جميل. طيب نرجع بقى نشوف في undefined ولا لا. اخد الدينومينيتور ده متى يبقى بزيرو؟ ده يبقى بزيرو لو اللي تحت الروت، طبعا التو مش بزيرو، يبقى لو ده وده يعملوا زيرو يبقى المساله بزيرو. يبقى لو 8x ماينس x سكوير ايكوال زيرو، خد x كومون يطلع الاكس ايكوال 8 او الاكس ايكوال زيرو. يبقى انا عندي ثلاث ارقام، اي واحد من دول نقول عليه كريتيكال بوينت عندها. يبقى هنروح ناخد الاكس نقول بقى انا عندي ثلاث حاجات 4 و8 و0، هو عايز يجيب كريتيكال بوينت. كلمه بوينت يبقى عايز اكس وواي. احنا قلنا لما تحب تجيب الواي في قاعده على الاصل عوض. يلا يا جميل على الاصل، ف
فور، روح حط هنا فور، طلعت الإجابة بفور. روح عوض بإيت، يبقى نروح نعوض هنا بإيت، إيت طلعت الإجابة بزيرو، عوض بزيرو تطلع زيرو. يبقى كام كريتيكال بوينت؟ تقول لي ثلاثة، فور أند فور، إيت أند زيرو، زيرو أند زيرو، دول ثلاثة كريتيكال بوينتس. آدي فكرة إزاي تطلع كريتيكال بوينت. جميل، تعالى بقى الرقم 12، عايزين نشوف، عايز يجيب كريتيكال بوينت لده. تقول لي بهدوء، طالما جزئين اقسم المسألة نصين، خد واحدة هنا اللي فيها سمولر ذان واللي فيها بيجر ذان هنا. ده الاف اوف اكس، الاف اوف اكس هنجيب اف داش هنا ونجيب اف داش هنا. النصيحة اكتب الرول، اكتب الرول، لان انا مش كاتبه هنا، بس انا بعد كده هتلاقيني بكتبه وحريص ان اكتبه. الرول اللي هو ايه يا اولاد؟ اف داش اف داش 1 ليميت اتش ابروتش لزيرو، اف اوف 1 بلس اتش ماينس اف اوف 1 على اتش. لكن انا اللي هعمله الاول، احنا قلنا كلمه كريتيكال بوينت يعني بنشوف اف داش تبقى بزيرو امتى واندفايند امتى. خد اف داش خلاها بزيرو طلعت الاكس بنيجاتيف 1، خد اف داش خلاها بزيرو تطلع الاكس بزيرو، بس دي ريفيوزد لان زيرو مش في الدومين بتاعنا. خلي بالك المنطقه بتاعتنا اكس بيجر ذان اور ايكوال 1. هل الزيرو بيجر ذان اور ايكوال 1؟ لا، يبقى ريفيوزد. جميل يا اولاد، نيجي اللي بعدها نعوض عن الاكس ب 1 هنا وناخد الاكس نكتب مكانها 1 هنا. بس نصيحه، قبل ما تعمل الحركه دي اكتب الرول. مين الرول؟ تقول له اف داش 1 ماينس او اف داش 1 بلس ليميت اتش ابروتش لزيرو، اف اوف اكس اف اوف 1 بلس اتش ماينس اف اوف 1 اوفر اتش. ونعوض، طلعت الاجابه ب 8، عوض هنا طلعت الاجابه ب 3. هل ده زي ده؟ لا، يبقى نقول له سينس اف داش 1 ماينس نوت ايكوال اف داش 1 بلس، يبقى اف داش ات 1 انديفايند. طالما انديفايند يبقى هي كريتيكال بوينت، يبقى انا عندي كريتيكال بوينت عند نيجاتيف 1 وعند ال 1. انا قلت لكم هنا في خطوه ناقصه، انك تكتب الرول اللي انا قلته من شويه، انا في المسائل اللي جايه هكتبه لكم. تعالى بقى يا جميل، يبقى انا قلت لك عند النيجاتيف 1 وال 1 كريتيكال بوينتس. طب عايز اجيب البوينت، يبقى على الاصل، ما احنا عايزين نجيب الواي، احنا قلنا القاعده على الاصل ايه؟ على الاصل عوض، عوض بنيجاتيف 1، عوض بنيجاتيف 1، عوضنا طلعت التو كريتيكال بوينتس اهم. تعالوا بقى نحكي شويه مع بعض. ده لاين هو نفس اللاين ده، هو ولكن اللاين ده هو بتاع اف اوف اكس، اللاين ده هو بتاع الاف داش. طب بص للكيرف ده، الكيرف ده بتاع نفس الكيرف ده، هو ولكن ده بتاع الاف وده بتاع الاف داش. عايز احدد امتى الفانكشن في الجزء ده الفانكشن انكريز وديكريز، امتى الفانكشن انكريز وديكريز، امتى في الاربعه دول؟ يقول لك بص هنا من الرسمه، طالما ده الفانكشن من الرسمه قول الكيرف، الكيرف اهو قدامك انكريز ولا ديكريز، تقول له اهو طالع. انت لو جيت من الشمال اليمين هتلاقي الكيرف بيطلع بيطلع بيطلع، يبقى ده انكريز، يبقى انكريز. طب هنا اوعى تقول لي الرسمه انكريز، ازعل منك والله، لكن تقول بقى طالما اف داش، لو اف داش بوزيتيف يبقى الفانكشن انكريز، اف داش نيجاتيف يبقى الفانكشن ديكريز. طب اللاين ده متى بوزيتيف متى نيجاتيف؟ اهو الحته اللي فوق بوزيتيف اللي تحت نيجاتيف، يبقى انا هرسم نمبر لاين للاف داش اقول له في المنطقه دي نيجاتيف ودي بوزيتيف، يبقى ده ديكريز وده انكريز. كده يبقى انا حددت الانكريز ديكريز. نفس الكلام يا اولاد، بص للكيرف ده، الكيرف ده بتاع الاف اوف اكس، عايز اطلع المنطقه الانكريز المنطقه الديكريز، تقول لي بالنظر اهو الجزء ده ديكريز ده انكريز، يبقى ديكريزنج من نيجاتيف انفينيتي لغايه الرقم اللي هنا 3 مثلا وانكريز. اما ده ما اقدرش اقول كده، ده اف داش، اول ما تشوف اف داش على طول تقول يا بوزيتيف يا نيجاتيف، خدها قاعده اف داش بوزيتيف او نيجاتيف. طب ما انا عندي اف داش اهي، ارسم نمبر لاين وتقول في المنطقه دي فوق ودي فوق يبقى دي بوزيتيف بوزيتيف، المنطقه ده هي تحت يبقى نيجاتيف، اف داش بوزيتيف انكريز، نيجاتيف ديكريز بوزيتيف انكريز. جميل، وتعمل المراجيح بتاعتنا. يبقى اذا لو عندي الكيرف نفسه بجيبها من الكيرف انكريز وديكريز.
يعني ممكن تعال تجيب اخوك الصغير تقول له يلا قول لي بقى فين الحته الانكريز وفين الديكريز، يقدر يشاور لك عليها. انت سيادتك لو عندك اف داش ترسم نمبر لاين وتحدد فوق وتحت وتطلع الكلام ده. طب ادي اكزامبل اهو، انا قلت في الاوبوزيت فيجر ده ريبريزنتس اف داش، وبسالك يبقى الاف اوف اكس انكريزنج في انهي منطقه؟ تقوم تقول لي استنى ده اف داش ارسم نمبر لاين، وتقول الجزء ده فوق يبقى ده بوزيتيف، الجزء ده تحت يبقى نيجاتيف، يبقى بعد الثري نيجاتيف، ده يبقى نقول على طول اف اوف اكس از انكريزنج معناها اف داش بوزيتيف. اف داش بوزيتيف فين؟ من نيجاتيف انفينيتي لزي لثري. نفس الكلام ده اف داش وبيقول لك اف اوف اكس از ديكريزنج، يبقى انت هتقول له اهو من 2 ل 4. طيب انا لما اجي ارسم هقول له كده ادي ال 2 وادي ال 4، الجزء ده بوزيتيف وده بوزيتيف وهنا نيجاتيف، يبقى هنقول له ديكريزنج امتى؟ اهو من 2 لغايه 4. جميل، دي مهمه يا اولاد. طيب بصوا بقى يا حبايبي بالراحه، انا لو جيت رسمت كيرف كده وقلت لك ادي الفايف اطلع عند الفايف ووصل ده، هتقول لي عند الفايف لك هنا هنا 3 عايز اجيب اف اوف 5، هتقول لي 3. طيب لو طلبت نفس الرسم قلت لك هات لي اف داش 5 هل تطلع كده؟ لا، تقول لي انت قلت اف داش، اقول لك اه، تقول لي ارسم تنجنت. يبقى في فرق بين كلمه اف اوف 5 واف داش 5. اف اوف 5 يعني واي، عايز الواي، لكن اف داش يعني سلوب اوف تنجنت، تقوم ترسم تنجنت. طيب سؤال، ما الفرق بين اف اوف 3 ايكوال تو اف داش 3 ايكوال تو؟ الناس الجميله تقول اف اوف 3 ب2 دي معناها بوينت اسمها 3 اند 2 على الكيرف. طب اف داش ات 3 اول ما تلاقي اف داش رقم تقول يبقى تان سيتا. خدها قاعده، دي اسمها سلوب اوف تنجنت. سلوب اوف تنجنت يعني تان، يبقى لو لقيت اف داش نمبر تقول لي على طول تان سيتا ايكوال تو، يعني تقدر تجيب السيتا. يبقى هناك فرق، بص يا جميل، بين اف اوف 1 ايكوال تو اف اوف اكس ايكوال تو. اف اوف 1 ايكوال تو اه دي معناها بوينت 1 و 2 على الكيرف. طب اف اوف اكس ب2، اف اوف اكس يعني جميع النقاط اللي على الفانكشن الواي بتاعتها بتبقى دي كونستانت فانكشن، يبقى كونستانت فانكشن يبقى الكيرف لاين بارلل لاكس اكسس عند التو. طيب نقول تاني، بص برضو الفرق، انا عايز بعينيك الجميله تشوف الفروقات اللي انا عاملها دي. ما الفرق بين اف داش اكس سمولر ذان زيرو اف داش اي سمولر ذان زيرو؟ دي هي دي اف داش ودي اف داش، ودي سمولر ذان زيرو وده هي سمولر ذان زيرو، بس الفرق ان دي اكس ودي رقم. اولا سمولر ذان زيرو يعني نيجاتيف، اف داش اكس اكس يعني منطقه، الاف داش نيجاتيف دي معناها الكيرف ديكريزنج. اما هنا رقم، رقم يبقى تان على طول، اول ما تشوف رقم تقول تان سيتا نيجاتيف. تان سيتا نيجاتيف عند هذا الرقم يعني معناها ان ات اكس بايه التنجنت عامل اوبتيوس انجل مع الاكس اكسس. نكررها يا حبايبي، اف داش بيجر ذان زيرو، لما اقول لسيادتك اف داش اكس اكبر من زيرو يبقى انا هقول اف بيجر ذان زيرو يعني بوزيتيف، وطالما ده هي اكس يبقى الكيرف ده اف داش بوزيتيف، هتقول يا انكريز يا ديكريز، طبعا ده بوزيتيف تقول انكريز. هنا اف داش بوزيتيف لو قلت انكريز انت حر هضربك، يبقى تقول لي اف داش بوزيتيف، ايوه شاطر، تقول لي ده دي نمبر، يبقى اقول له تان سيتا بوزيتيف. يبقى عند الاكس بايه التان بوزيتيف معناها ايه يا جميل؟ ايوه شاطر، يبقى السيتا از اكيوت انجل. شفت الفرق بين ده وده؟ يبقى عينك كده الجميلة تبص عين هنا وعين هنا، عين هنا وعين هنا، هتاخد بالك قوي، ودي حتت فنية اوعى تغلط منها، تغلط فيها. يعني ممكن قوي اجيبها لك كومبليت حاجات كده اشوفك فاهم المعنى ولا لا.
بالمرة نكمل. يلا يا جميل اتفرج على الحاجات والألوان الجميلة دي. اف داش بزيرو، لو قلت اف داش اكس بزيرو، هتقول لي دي معناها الكيرف از كونستانت. لان ليه؟ لان انا لما اقول لك اف اوف اكس ب 5، هات اف داش اكس تقول لي بزيرو، يبقى الكيرف نفسه كان رقم. ما هو الاف داش بتبقى بزيرو امتى؟ معناها ان رقم، ان دايما عند جميع النقط بزيرو، يبقى كانت الفانكشن الاصليه كانت كونستانت، فالاف داش بزيرو. طب لو اف داش عند الايه فقط هي اللي بزيرو، يبقى عند الاكس قلت لك اف داش ات رقم تقول تان وانت مغمض. خدها قاعده بقى الله يخليك ما تتعبنيش. يبقى اول ما اقول لك اف داش ات رقم تقول دي معناها تان سيتا. تان سيتا بزيرو يبقى ات ايه؟ التنجنت بارالل تو اكس اكسس. تعالوا نكرر، اف داش ات اي ايكوال 1، اف داش ات اي بنيجاتيف 1. طالما قلت اي يبقى اذا ده اهي عند الاي، يبقى تان سيتا ب 1. تان سيتا ب 1 يبقى ات اكس بايه؟ التان ب 1 يبقى التنجنت ميكس 45 وذ اكس اكسس. طب اف داش ات اي بنيجاتيف 1 يبقى تان سيتا بنيجاتيف 1، يبقى ات اكس بايه؟ ذا تنجنت ميكس 135 with x axis. ممتاز. تعالى بقى بالراحة كده، اف داش معناها ايه؟ اف دبل داش معناها ايه؟ لما اقول لك يا ابني اف داش، بصوا لي كده يا اولاد، لو عندي كيرف وعايز اجيب اف داش، لو كيرف وعايز اجيب اف داش، قلت لك اف داش المعنى الماثيماتيكال مينينج الاف داش، كلمة اف داش معناها سلوب اوف تنجنت، ده كلنا عارفين ده. يبقى اف داش يبقى سلوب اوف تنجنت. طب سؤال، لو قلت لك اف دبل داش معناها ايه؟ هتقول لي سلوب اوف ذا سلوب اوف ذا تنجنت. ينفع، مقبوله، ولكن ممكن نقولها بطريقه تانية، يقول لك تشينج اوف ذا تنجنت، تغير التنجنت. يبقى التنجنت بدأنا نعمل له كده انستنتينيوسلي تشينج. يبقى لما اقول اف داش سلوب اوف تنجنت، اف دبل داش خدها بيني وبينك عشان تفهمني، بدل ما تقول سلوب اوف ذا سلوب اوف ذا تنجنت نقول تشينج اوف ذا تنجنت، وخصوصا لو رسم عندي. زي ايه؟ تعالى كده نشوفها عشان منها هستنتج حاجه هتعجبك دلوقتي وتبقى انت مقتنع بالمعنى. بص يا جميل، قلنا اف داش يعني سلوب اوف تنجنت، اف دبل داش قلنا تشينج اوف ذا تنجنت، تغير التنجنت. طب تعالى كده نشوفها، انا هقول لك هنا عند اللوكال ماكسيمم هات لي اف داش ات ايه، هتقول لي بزيرو لان دي لوكال ماكسيمم. طب عايزين نجيب اف دبل داش، اف دبل داش يعني اعمل لي تشينج، انقل التنجنت تغير قليل صغير. فلما انقل التنجنت خطوه دي اسمها اف دبل داش. اف دبل داش يبقى حصل تغير الاف دبل داش، لا عملت اوبتيوس انجل، اوبتيوس انجل يبقى الاف دبل داش نيجاتيف. جميل. طب لو جيت هنا قلت لك اف داش هتقول لي زيرو. طب يلا نعمل اف دبل داش سنه صغيره، هتلاقيها طلعت بوزيتيف عشان عملت اكيوت انجل. يعني معناها لو اف دبل داش نيجاتيف يبقى البوينت اللي قبلها كانت لوكال ماكسيمم، لو اف دبل داش بوزيتيف يبقى البوينت اللي قبليها كانت لوكال مينيمم. اهو احنا بقى بنقف عند الحركة دي، نقول بقى بص يا ابني، جبت اف داش خليتها بزيرو طلعت الاكس بايه، جبنا الاف دبل داش وعملنا سبستيتيوشن بالايه، لو طلعت اف دبل داش ات ايه بوزيتيف اقول له وحياة ربنا لوكال مينيمم. طب لو عوضت جبت اف داش وطلعت بزيرو ورحت جبت اف دبل داش طلعت الاجابه نيجاتيف يبقى لوكال ماكسيمم. خلي بالكم انها عامله بالعكس، لو بوزيتيف تبقى مينيمم، لو نيجاتيف ماكسيمم. ده الاف دبل داش. تاني، لو اف دبل داش بوزيتيف لوكال مينيمم، اف دبل داش نيجاتيف لوكال ماكسيمم. خلي بالك من الحركه دي. طب يلا كده نحسب مسائل بالشكل ده. لو حد قال لك فانكشن زي دي وطلبت منك لوكال ماكسيمم لوكال مينيمم بوينتس اف اكزيست، لان ده هيجي لنا كذا سؤال على ده.
عشان اجيب لوكال ماكسيمم لوكال مينيمم هجيب اف داش، وخلي الاف داش ايكوال زيرو، اعمل ديفايدد 3 ديفايدد 3 واعمل فاكتورايز، طلعت اف داش بزيرو امتى؟ عند ال 3 وال 1. انا عايز اعرف مين في دول لوكال ماكسيمم لوكال مينيمم. هتقول لي في طريقين، في طريق المراجيح اللي كنا بنتكلم عنه في الاول، ما انتوا عارفين لما تبقى اف داش، فاكرين لما كنا بنعمل بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نقول انكريز ديكريز انكريز، عامله زي المراجيح كده، يبقى بنحدد منها الماكسيمم ونحدد منها المينيمم. اما الطريقه الجديده من غير ولا مراجيح ولا حاجه، هتقول ايه؟ نجيب اف دبل داش وناخد الرقم 3 ده نعمل سبستيتيوشن، لو نتيجه الاف دبل داش نيجاتيف تبقى ايه؟ جدع لوكال ماكسيمم. طب لو خدنا طلعت الاجابه بوزيتيف، شاطر، يبقى تطلع لوكال لو ايه نيجاتيف لوكال ماكسيمم، لو بوزيتيف لوكال مينيمم. يلا كده مع بعض، انا جبت اهو الاف اوف اكس جيب في داش وخليناها ايكوال زيرو، هنجيب اف دبل داش، عملت ديريفاتيف ديريفاتيف، روح عوض يا باشا، عوضت بال 3 طلعت الاجابه بوزيتيف، يبقى نقول له ده لوكال مينيمم. اعمل سبستيتيوشن في الاف دبل داش ب 1 طلعت ايه؟ نيجاتيف، يبقى دي لوكال ماكسيمم. خلاص روح بقى عايزين نجيب البوينت، يبقى روح على الاصل، احنا قلنا قاعده البوينت على الاصل ايه يا ابني؟ على الاصل عوض. طلعنا الفاليو دي البوينت وطلعنا الفاليو جبنا البوينت. كان ينفع كل ده الخطوتين دول اللي هم بتاعت الاف دبل داش بدلهم نعمل المراجيح اللي احنا عارفينها. اتفرج بقى، حد شايف الكيرف ده؟ ده له بداية اسمها ايه؟ له نهاية اسمها بي. لو قلت لسيادتك، لو عندك اخ صغير كده قلت له طلع لي من الرسمة شاور لي على الماكسيمم بوينتس وعلى المينيمم بوينتس، هيقول لي طيب انا عندي دي لوكال ماكسيمم، ده اهي لوكال ماكسيمم، ده اهي لوكال ماكسيمم، طب شاور لي على اللوكال مينيمم، في اللوكيشن ده هنا مينيمم مينيمم مينيمم. من اللي انا كاتبه ده اكبر في ماكسيمم 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 من اكبر الكبار ده اهي، فبنسميها ابسوليوت ماكسيمم، مينيمم 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 من اصغر الصغيرين اهي ابسوليوت مينيمم. يبقى الدرس بتاعنا الموضوع بتاعنا اللي هنتكلم عنه دلوقتي اسمها ابسوليوت ماكسيمم اند مينيمم بوينتس او فاليوز. يبقى لما حد يقول لك ابسوليوت ماكسيمم ومينيمم، لو رسم عندي اقدر احدد فين الابسوليوت ماكسيمم فين الابسوليوت مينيمم، سهله. طب لو ما عنديش رسمه، خلاص بسهوله تقدر تحدد ازاي، تقول لي انا هطلع ده وده وده، مين دول كريتيكال بوينتس. يبقى اول ما حد يقول لك ابسوليوت ماكسيمم مينيمم تقول له خطوتين بالعربي كده، خطوتين، ايه هما الخطوتين؟ تقول له نجيب الكريتيكال بوينتس اللي هي ال 3 ال 7 ال 9 ال 10، ده الخطوه الاولى. وانتوا عارفين كيف تحصل على الكريتيكال بوينتس، بتجيب الاف داش وتشوفها بزيرو امتى واندفايند امتى. بعد ما جبنا الاف داش نجيب بقى نروح على الاصل، نعوض بالكريتيكال بوينتس والبدايه والنهايه، عوضنا بالكريتيكال بوينتس والبدايه والنهايه. The greatest result is absolute maximum. The smallest result is absolute minimum. ده يا حبايبي ازاي تطلع absolute maximum absolute minimum. طب ما تيجوا بقى نشوف افكار مختلفة مع بعض. دي سؤال جه في امتحان قبل كده، اكس كيوب ماينس 12 اكس، عايزين نجيب لوكال ماكسيمم لوكال مينيمم، ده الطلب الاول. الطلب الثاني عايز ابسوليوت ماكسيمم اند مينيمم في الانترفال دي. نمبر اي لوكال ماكسيمم لوكال مينيمم لسه قايلين هات اف داش حطها ايكوال زيرو، تطلع الاكس برقمين. اول ما تطلع الاكس برقمين يا اما تعمل المراجيح يا اما تجيب الاف دبل داش، براحتك. انا هجيب اف دبل داش، هنعوض بتو مره، نيجاتيف تو مره، عوضنا بوزيتيف تو طلعت الاجابه بوزيتيف، يبقى دي لوكال مينيمم، طلعت نيجاتيف دي لوكال ماكسيمم. كده يبقى انا هروح على الاصل نعوض، طلعنا الماكسيمم طلعنا المينيمم، ممتاز.
دبل اي بقى قال لك عايزين نجيب ابسليوت ماكسيم ابسليوت مينيمم، تقول له خطوتين. ايه هما الخطوتين يا ابني؟ تقول لي خطوتين. الخطوه الاولى نجيب الاف، نجيب الكريتيكال بوينتس. مين الكريتيكال بوينتس؟ اللي عندها اف داش زيرو او اندفايند. هل يوجد هنا اندفايند؟ لا، ده بولينوميال، يبقى ايكوال زيرو. نخلى طلعت الاكس يا 2 يا نيجاتيف 2. اروح ابص بقى اعوض بالبدايه بال 2 والنيجاتيف 2، احنا قلنا على الاصل عوض ب 2 ونيجاتيف 2 والبدايه والنهايه. روح على الاصل احنا كنا حاسبينها وكانت 16 ونيجاتيف 16، عوض بال 5 عوض بده. اول ما حسبت الاربع اجابات بص بعينيك الجميله مين ابسليوت ماكسيمم فاليو؟ اهي هتلاقي 16. مين ابسليوت مينيمم فاليو؟ اهي نيجاتيف 65. لو قلت ابسليوت ماكسيمم بوينت، لو قلت بوينت تعمل اوردر دي بير، تقول لي نيجاتيف 2 اند 16 او 4 اند 16، نقطتين طبعا ابسليوت ماكسيمم. هنا ابسليوت مينيمم هي بوينت واحده نيجاتيف 5 نيجاتيف 65. سؤال كمان عايز اجيب يا جميل، ابسليوت ماكسيمم ابسليوت مينيمم، تقول له خطوتين. خطوه نجيب الكريتيكال بوينتس، عايزين نجيب الاف داش. ده خلي بالكوا ده مش سكوير روت، لو كان سكوير روت كنا عملنا دبل الروت تحت، ده دي فيفث روت. يبقى قبل ما اجيب اف داش اخليها باور 1 اوفر 5، ونجيب بقى اف داش نزل الباور نقص 1، نزلنا 1 اوفر 5 نقصت 1 وخلاص ده الاف داش. صح يا ابني ولا لا؟ شاطر، انا سامع واحد كده بيقول لي دي ناقصه، احنا بننزل الباور وننقص 1 تايم ديريفاتيف اللي جوه. يلا يا باشا ديريفاتيف اللي جوه يبقى 2 اكس ماينس 6. رتب بقى او اعمل الشكل كده نظمها، كل ده باور نيجاتيف ينزل تحت بوزيتيف. هي دي الاف داش الجميله. تعالى بقى احنا قلنا خطوتين، الخطوه الاولى هنجيب من هنا الكريتيكال بوينتس. ازاي؟ تقول اف داش زيرو، امتى الفراكشن ده بزيرو؟ لو اللي فوق بزيرو قلناها في الاول. طلعت الاكس ب 3 جميل. طب اف داش اندفايند، يبقى لو اللي تحت ده بزيرو. طلعت الاكس ب 6 او زيرو، يبقى كام رقم عنده كريتيكال بوينت؟ قول. هتقول لي 1 2 3، اقول لك لا 2 بس. تقول لي ليه هم 3 هم؟ اقول له يا راجل يا عيب بص لها، هل ال 6 دي تبعنا؟ لا، انت عندك بدايتك نيجاتيف 2 5 نهايتك 5، فال 6 دي بره يبقى نشطب عليها. يبقى عندي 2 كريتيكال بوينتس فقط. احنا قلنا ايه خطوتين، الخطوه الاولى جبنا الكريتيكال بوينتس، الخطوه الثانيه على الاصل. على الاصل هنعوض بال 3 وال 0 والبدايه والنهايه، الاصل اللي هو ده. عوضت بالاربع اجابات اهو، طلعت واحده فيفث روت نيجاتيف 9، واحده 0، واحده فيفث روت 55. لو مش شايف حسس يا حبيبي، هتلاقي اهو اعلى رقم اهو اصغر رقم اهو. يبقى الابسولوت ماكسيمم فاليو فيفث روت 55، الاصغر فاليو اهي. يا جميل ممتاز، يا سلام على الجمال. اهي دي واحده ثانيه عايز اجيب ابسولوت ماكسيمم ابسوليوت مينيمم. يبقى انت هتقول ايه؟ هنجيب برضو نقسم المساله نصين عشان اجيب نجيب اف داش ونساويها بزيرو، نجيب اف داش نساويها بزيرو. طلعت الاكس بزيرو او الاكس ب1، كام كام واحد؟ طبعا ال1 دي الناس النصحه، خلي بالك اوعى تنسى الكونديشنز اللي انت كاتبها. هل الزيرو سمولر ذان 3؟ يبقى اكسبتد. هل ال1 بيجر ذان 3؟ لا، اشطب عليها قبل ما حد يشوفك. جميل، لان دي ممنوعات. عايزين نشوف بقى ادي اف داش بزيرو عند الزيرو، عايزين نشوف ال3 وال3 دي هل دي بوينت كريتيكال ولا مش كريتيكال. انا قلت لك اعمل حركه كده، اعمل حركه كده، بس قبل ما تعمل الحركه دي او دي خطوتين لو سمحت. معلش بص لي كده خطوتين. لما يجي لك فانكشن لها مالتي رولز وعايز تجيب اف داش 3 بلس اف داش 3 ماينس، في خطوتين اعملهم في سطرين بسرعه. الخطوه الاولى تشوف الفانكشن كونتينيوس ولا لا،
تجيب اف داش اف، تجيب اف اوف 3، اف اوف 3 بلس، اف اوف 3 ماينس، بسرعه بعينيك عوض ب 3 فوق، عوض ب 3 تحت، لو طلعوا زي بعض يبقى تقول له سنس اف ده اف اوف 3 ايكوال اف اوف 3 بلس اف اوف 3 ماينس، يبقى الفانكشن از كونتينوس. ارجع بسرعه اكتب الرول اف داش 3 بلس اف داش 3 ماينس وحطهم الاثنين كده وتقول له ليميت اتش ابروتش لزيرو اف اوف 3 بلس اتش ماينس اف اوف 3 اوفر اتش، لان انا مش كاتبها هنا بس دي جزء حته ناقصه المفروض تزودها بقى، انا بقولها لك اهو عشان يبقى خطواتك كامله. اكتب الرول ده فقط وبعدين اعمل ما تقعدش تعوض فيه ولا حاجه، عوض هنا هتجيب اف داش 3 بلس اف داش 3 ماينس بالخطوه اللي انا قلتها دي اهو. بص كده يبقى بعد ما تكتب الرول، انا هبكتبه لك بعد كده في مسائل جايه، هتكتب الرول وبعدين تعوض بقى ب 3 هنا، عوض ب 3 هنا وعوض ب 3 هنا، هتجيب اف داش 3 بلس اللي هو دي 3 بلس، عوض ب 3 2 تايمز 3 ماينس 2 طلعت 4، اف داش 3 ماينس عوض طلعت 18، هل دول زي بعض؟ لا، تقول له اف داش 3 بلس نوت ايكوال اف داش 3 ماينس، يبقى اف داش اوف 3 انديفايند، طالما انها انديفايند يبقى هي كريتيكال بوينت. كده يبقى انا عندي اتنين كريتيكال بوينتس الزيرو والثري. نروح على الاصل نعوض بزيرو وبثري والبدايه والنهايه، لما سيادتك تعوض هتطلع الابسليوت ماكسيمم ابسليوت مينيمم. طيب تعالوا بقى، ايه رايك لو لما احب اجيب اللوكال ماكس واللوكال مينيمم، احنا كنا بنجيب اف داش وبعدين نساويها بزيرو تطلع الاكس بايه، نجيب اف دبل داش نعوض بالايه، لو الاجابه بوزيتيف اقول له لو الاجابه نيجاتيف وحياه ربنا لوكال ماكسيمم، لو بوزيتيف وحياه ربنا لوكال مينيمم. طب لو زيرو ما طلعتش اف دبل داش ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف، طلعت زيرو يبقى هي ماكسيمم ولا مينيمم ولا نايزر نور؟ ما تستعجلش ولا اعرف، هذا التست يفشل لانه ممكن تطلع بماكسيمم ممكن تطلع مينيمم ممكن تطلع نايذر نور على حسب، يبقى انت مضطر ترجع للاف داش تجيب ترسم المراجيح بتاعت تجيب اف داش اي بلس اف داش اي ماينس، لو بوزيتيف نيجاتيف يبقى ماكسيمم مينيمم ولا نايذر نور. تعال نشوف ازاي، حد يقول لي عايز اجيب لوكال ماكسيمم لوكال مينيمم، يقول يلا نجيب الاف داش، لما اجيب الاف داش هنخليها ايكوال زيرو، طلعت الاكس بفور، هات اف دبل داش عوض بفور، يا نهار ابيض طلعت زيرو، يبقى هذه الطريقه تيست فشل، يبقى من غير ما تنرفز اروح اجيب الاف داش ونعوض بفور وناخد رقم قبل ورقم بعد في الاف داش، طلعت انكريز انكريز، يبقى هذه البوينت نايذر ماكسيمم نور مينيمم. طب واحده كمان اهي، هات اف داش خليها ايكوال زيرو طلعت الاكس ب 10، هات اف دبل داش وعوض ب 10 لما عوض ب 10 طلعت زيرو، يبقى الطريقه دي فشلت. نروح نجيب نرجع للاف داش تاني وارسم 10، اجرب رقم قبل ال 10 رقم بعد ال 10، لو جربت هنا رقم بعد ال 10 زي 11 تطلع الاجابه بوزيتيف لان دي هتطلع نيجاتيف وبره نيجاتيف تطلع بوزيتيف، لو جربت رقم قبل ال 10 زي ال 9 دي نيجاتيف هتطلع دي بوزيتيف في نيجاتيف بنيجاتيف، يبقى تطلع دي لوكال مينيمم. ده طريقة. طب ايه رأيك بقى لو انا جبت لك سؤال زي ده، هتقول لي طب استنى انا عايز اعرف لوكال ماكسيمم لوكال مينيمم، هات لي اف داش وخليها ايكوال زيرو طلع زيرو او 3 اوفر 4، يبقى انا هجيب اف دبل داش لو عوضنا ب 3 اوفر 4 طلعت بوزيتيف، يبقى التست ده نفعت عند 3 اوفر 4، جميل وطلعت اللوكال مينيمم فاليو. لما اروح اعوض بقى بزيرو في الاف دبل داش تطلع زيرو، يبقى الطريقه دي تفشل عند الزيرو بس نفعت عند 3 اوفر 4، يبقى اروح اجيب الاف داش وارسم لها نمبر لاين، ادي الزيرو اختار رقم قبل الزيرو زي نيجاتيف 1 حط هنا نيجاتيف 1 تطلع الاجابه نيجاتيف، طب اختار رقم بعد الزيرو اوعك تقول لي 1، اوعى ان دي تبقى غلط. ليه؟ ما هو واحد يقول لي طب ما الوان بعد الزيرو، اقول له يا راجل يا مسطول انا كاتب لك وانت عندك 3 اوفر 4 دي نهايتك، المنطقه اللي قبل الزيرو حط اختار اي رقم قبل 3 اوفر 4، لكن الوان يبقى انت عديت منطقه جديده يبقى هختارها،
لما احط هنا هاف هاف تايم 4 ب 2، 2 ماينس 3 تطلع نيجاتيف، يبقى طلعت نيجاتيف، يبقى دي نايذر ماكسيمم نور مينيمم. طب يلا كم مسألة كده بسرعة، فايند ابسوليوت ماكسيمم ابسوليوت مينيمم. هنجيب الاف داش خطوتين، هنجيب اف داش ثبت الاولى ديريفاتيف الثانية، ما هو ديريفاتيف الاي بي اي تايم ديريفاتيف الباور، ثبت الثانية ديريفاتيف الاولى. هناخد اي كومون فاكتور، حاجتين تايم بعض، ده هيه ايكوال زيرو امتى؟ عمر دي ما تطلع زيرو، يبقى لو الاكس ب1 تقوم تروح على الاصل تعوض ب1 والبدايه والنهايه، روح عوض تطلع 1 اوفر اي، والاي طبعا 2.718 انت عارفها من قبل كده شرحتها لك، يبقى هتقول ده هي ابسوليوت ماكسيمم فاليو والزيرو ابسوليوت مينيمم فاليو. واحده تانيه عايزين نجيب ابسوليوت ماكسيمم مينيمم، هات الاف خطوتين، هنجيب الاف داش نخليها ايكوال زيرو، يبقى كوزاين ايكوال ساين، كوزاين ايكوال ساين، امتى الكوزاين تبقى ايكوال ساين يا ولاد؟ تبع الاستك يا في الفيرست يا في الثيرد، لان في الفيرست كوادرانت اول بوزيتيف، في الثيرد كوادرانت الساين نيجاتيف والكوزاين نيجاتيف، يبقى التان ب1 التان ب1 يا في الفيرست يا في الثيرد، يبقى الاكس يا اما 45 يا اما الاكس 225، يبقى انا عندي اجابتين، اروح على الاصل اعوض ب 45 و245 والبدايه 0 والنهايه اللي هي 2 باي، عوض هتطلع واحده بروت 2 واحده نيجاتيف روت 2 واحده ب 1 واحده تطلع ب 1. بص لدول كده هتلاقي ابسوليوت ماكسيمم ايوه روت 2، ابسوليوت مينيمم نيجاتيف روت 2. ممتاز. مسألة تانية أنا كاتب جنبها كريتيكال ثينكينج، بصوا خلي بالكوا دي كلها المسائل معمولة بالأبيض دي يا أولاد، ده من كتاب المدرسة عشان ده مهم. أنا جايب لك كده اف اوف اكس، جميل، هنا عندنا اي اكس كيوب بلس بي اكس كيوب، عايزين نعرف كام حاجة أهو بسرعة عشان الوقت. يلا عندنا المسألة دي هنقول 0 0 تقع على الكيرف، هنطلع الدي، هنجيب اف داش، وبعدها بعد ما جبنا اف داش ات اكس ب1 قال لك كريتيكال بوينت، يبقى الاف داش ب0، جبنا ايكويشن 1، هنرجع بيقول لك ده اهي ايكويشن اوف تنجنت. خلي بالكو لما يقول ان دي ايكويشن اوف تنجنت هتقول معناها ايه؟ ان من هنا اقدر اجيب سلوب اوف تنجنت ات اكس ب2، سلوب اوف تنجنت نيجاتيف كو اوفيشنت اكس على كو اوفيشنت واي نيجاتيف 9، يبقى انا هروح على الاف داش احط الاكس ب2 والاف داش مكانها نيجاتيف 9، هتطلع ايكويشن تانية. ارجع تاني عند الاكس ب2، عند الاكس ب2 هنروح نعمل سبستيتيوشن هنا، لما اعمل سبستيتيوشن هنا هتطلع الواي، يبقى البوينت 2 اند 2 بوينت على الكيرف، وروح اعمل سبستيتيوشن على الاصل هتجيب ايكويشن تانية. من الايكويشنز دول هتقدر تجيب الاي وتقدر تجيب البي والسي، وجبنا الدي في الاول كده، يبقى انت جبت ايكويشن اوف ذا كيرف. بكده يا حبايبي احنا مشينا جزء مهم، وفي جزء تاني تكملة مهم جدا جدا، ده هنشوفه باذن الله تعالى يوم الجمعة الجاية، واشوفكم ان شاء الله نكمل الجزء ده كنت ذاكرته كويس علشان نقدر نبني عليه الجزء اللي باقي. واشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.